ألو، خلص تسمعوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتورة كريمة الأكحلي، تخصص ميديكال لابوراتوري من كلية الطب جامعة صنعاء. طبعا المحاضرة حق اليوم، المحاضرة اللي باخذها معكم اليوم وبكرة تتكلم عن الديفرنتيشن بين تايبس اوف انيميا باي لابوراتوري تيست. يعني فكرة المحاضرة انه كيف نفرق بين انواع الانيميا من خلال الفحوصات المخبرية. طبعا هو الموضوع طويل فحاول قدر الإمكان أنني أختصره. طبعا ببدأ أشرح المحاضرة زي ما قالت زميلتكم ويام، أكمل المحاضرة وبعدين بنجيب لكم وقت، بنجيب لكم وقت مشان الأسئلة. هذا ليش ما يمشي؟ طيب قلت لكم انه الفكره حق المحاضره ان شاء الله يعني تستفيدوا منها وتخرجوا بمعلومات مفيده وممتازه. طبعا قبل ما ادخل على الموضوع نفسه، في معنا اساسيات ضروري يعني نبدا في بها قبل ما ندخل بالموضوع الاساسي. فالاساسيات هذه بيكون طويل شويه، لذلك اخذ مننا المحاضرة يوم اللي هو اليوم وبكرة إن شاء الله. الموضوع حق اليوم اللي بناخذها مع بعض، أول حاجة طبعا الكونتينتس، إيش اللي هي بنتكلم اليوم عن الديفينيشن أوف أنيميا والسيفيريتي أوف أنيميا والكلاسيفيكيشن أوف أنيميا والديجنوسيس والميكروسيتيك انيميا والديفرنشال دوغنوسيس اوف ميكروسيتيك انيميا. اول حاجه نبدا في تعريف، ما ادري هل في طلاب خبراء معانا اليوم، لا ايش الطلاب تعلمون كلهم بيستفيدوا سواء كان طلاب مختبرات او غيره. اهم حاجه تعريف الانيميا، انه طبعا الانيميا اول حاجه لما نشوف كريات الدم الحمراء اللي هي الار بي سي عددها ناقصه اقل من النورمال رينج أو الهيموجلوبين أقل من النورمال رينج، معناته الحالة الموجود معانا أنيميا. طبعا النورمال رينج هو يعتمد بشكل أساسي على الإيش وعن السكس بيشنت. يعني يختلف النورمال رينج على حسب الإيش وعلى حسب السكس. طيب هنا في زي مثلا النورمال أوف هيموجلوبين في مرحلة أدميل يكون النورمال رينج من 13.5 إلى 17.5 جرام لكل ديسيلتر. إذا كانت عن الدولت ميل إنه في حالة الأنيميا إذا طلعت الهيمو اتش بي أقل من 13 جرام لكل ديسيلتر. في حالة الأدولت فيميل النورمال رينج يختلف عن الميل، عادة يكون أقل، يكون من 12.5 إلى 16 جرام لكل ديسيلتر. متى نقول عن الأدلت فيميل إنها في حالة أنيميا؟ إذا كانت الـ HB عندها طالع أقل من 12، ما عدا إذا كانت الفيميل هذا بريجننت. في حالة البريجننت وومن إذا طلعت قيمة الـ HB 12.5 12 11.5 11 نعتبرها طبيعي. يعني يعتبر الانخفاض في الـ HB للأم الحامل من 11.5 من 12.5 إلى 11 طبيعي، أقل من 11 يعتبر إيش؟ تعتبر الأم الحامل الأم الحامل تعتبر أنيميك. طيب بالنسبة للنيوبورن عادة يكون عندهم الـ HB مقارنة بالأدلت يكون من 14 إلى 23 جرام لكل ديسيلتر، معناته إنه يكون إيش؟ يكون مثل من تشيلدرن اللي اعمارهم اكثر من سنه، يعني عاده التشيلدرن لما نقول تشيلدرن يعني اعمارهم اكثر من سنه الى 17 18 سنه، هذول كمان يكون حقهم الـ HB من 11 الى 14 جرام لكل ديسيلتر. متى نقول عليه عندك اذا كان الـ HB اقل من 11 جرام لكل ديسيلتر؟ اللي اشتي اقوله انه لما ما نقول مثلا والاتش بي طالعه ناقصه، ما نقولش انه عند الشخص هذا انيميك الا بعد ما نتاكد هل هو ميل اور فيميل، كم عمره كمان، لانه يختلف زي ما اتفقنا. لكن
طيب نقسم الأنيميا، ممكن نقسم طبعا الأنيميا على حسب الـ severity of anemia. طبعا أنا أكثر شيء بركز على الجانب اللي هو الفحوصات المخبرية. طيب الـ severity of anemia، شدة الأنيميا، طبعا تقسم إلى ثلاثة أقسام اللي هي mild anemia، moderate anemia، severe anemia. الميلد أنيميا متى نقول على الأنيميا هذه مش يعني خفيفة؟ طبعا احنا عارفين الآن النورمال رينج حق الـ HB للوومن وللمين اللي هي هذه في حالة الأدلت، الوومن من 12.5 إلى 16 والمين من 13.5 إلى 17. إذا طلع في الوومن الـ HB ما بين 10 إلى 12.5 جرام لكل ديسيلتر تعتبر ميلد أنيميا. في حالة المين إذا طلعت الـ HB ما بين 10 إلى 13.5 تعتبر كمان ميلد أنيميا. طب متى نقول عليها مودريت؟ إذا طلعت الـ HB ما بين 7 إلى 10 جرام لكل ديسيلتر. متى نقول عليها سيفير؟ لما يكون أقل من 7 جرام لكل ديسيلتر. طيب يعني إيش؟ عن حالة الميلد أنيميا تظهر على المريض، بس الـ HB يكون ناقص شوية. كمان في حالة الميت إذا ظهرت يعني تظهر شوية بس ما تكونش سيفير، وتشبيه يكون 7 إلى 10، لكن في سيفير أنيميا تكون باينة واضحة على المريض. طيب نجي على الكلاسيكيشن اوف أنيميا. طبعا نقسم الأنيميا على حسب الايش؟ الـ RBC Indices. ايش معنى الـ RBC Indices؟ طبعا هذا المصطلح معناته علامات أو مؤشر الـ RBC اللي هي المقصود في بها الـ MCV والـ MCH. إذا نقسم الأنيميا، طبعا الأنيميا هذه نقسمها إلى عدة أقسام على حسب عدة حاجة، بس أنا اخترت اللي هي لها علاقة بالإيش؟ باللابراتوري تيست اللي هي RBC Indices. طبعا في معنا هنا الـ MCV والـ MCH اللي تعتبر علامات مؤشرات الـ RBC. طبعا الـ MCV نورمال من 80 إلى 95 بيمتوليتر، هذه الوحدة حق الـ MCV. المقصود بالـ MCV اللي هي متوسط حجم الـ RBC، يعني من خلال الفحص هذا نقدر نعرف هل الخلية هذه كبيرة ولا صغيرة ولا إيش ولا طبيعية. لكن الـ MCH طبعا الغرض منه هو اختصار لكلمة المين كورباسكولار هيموجلوبين، هذا يقيس لنا متوسط تركيز هيموجلوبين الخلية الواحدة، فهذا من خلاله أقدر أعرف هل هي طبيعية ولا منخفضة. طيب إذا طلعت الـ MCV ما بين 80 إلى 95، طبعا هذا قلت لكم فحص اسمه MCV، إذا طلعت القيمة ما بين 80 إلى 95 بيمتوليتر تعتبر الخلية حجمها طبيعية، نقول عليها normocytic. لأن كلمة normo يعني إيش؟ طبيعي، cytic يعني الخلية يكون حجمها طبيعية. طيب إذا كانت الـ MCH ما بين 27 إلى 32 بايكوغرام، البايكوغرام هذه كمان وحدة الـ MCH، معناته أن الصبغة طبيعية. إيش معنى الصبغة الطبيعية؟ نورمو كروميك، نورمو يعني طبيعي، كروميك يعني الصبغة طبيعية. خلاص إذا هذا القسم الأول من أقسام الأنيميا اللي هي نورموسيتيك نورمو كروميك. طيب إذا طلعت الـ MCV أقل من 80 زي كذا، الميستيريت أقل من 80 معناته حجم الخلية بتكون صغيرة، نقول عليها ميكروسيتيك. طيب إذا كانت الـ HB أقل من 27 يعني إيش؟ معناته الصبغة منخفضة، نقول عليها هايبوكروميك. إذن هذا النوع الثاني اللي هي ميكروسيتيك هايبوكروميك أنيميا. طيب إذا طلعت الـ MCV أكثر من 95 بيمتوليتر معناته إنه بشوف خلايا حجمها كبيرة تسمى ماكروسيتيك. طيب طبعا هذه الحالة أغلب الحالات في حالة الماكروسيتيك يكون صبغة الهيموغلوبين طبيعية، يعني ما بين 27 إلى 32 بايكوغرام، فنقول على الصبغة إنها نورموكروميك، الصبغة إيش؟ طبيعية. لذلك تقسم الأنيميا على حسب الـ MCV والـ MCH إلى ميكروسيتيك هايبوكروميك، نورموسيتيك نورموكروميك، ماكروسيتيك نورموكروميك أنيميا. طيب في أمثلة للميكروسيتيك هايبوكروميك، إيش هذول الأمثلة؟ اليوم هنا مسجل لكم هنا اللي هي الأيرون ديفشنسي أنيميا، ثلاسيميا، سيدروبلاستيك أنيميا، الأنيميا أوف كرونيك ديزيز، طبعا بعض الحالات مش كلها. وكمان في معانا الليد بوزنينج اللي هو تسمم برصاص، هذول الحالات عادة ما نشوف في بها ميكروسيتيك هايبوكروميك، هذول أمثلة أسماء لحالة أنيميا. طيب أمثلة للنورموسيتيك نورموكروميك، يعني نشوف الحجم طبيعية والصبغة طبيعية بس الشخص عنده إيش؟ أنيميا. إيش الحالة هذه؟
اللي هي الهيموليتيك انيميا، تكسرات الدم، والانيميا في كرونيك ديزيز بس ايش حالات اخرى يعني بعض الحالات، وكمان في حالات الاكيوت بلاد لوس. طيب الماكروسيتيك نورموكروميك طبعا في لها كمان امثله اللي هي ميغالوبلاستيك انيميا والنون ميغالوبلاستيك انيميا، طبعا هذا بنجي لها فيما بعد. طيب دحين طبعا في معانا ثلاث خطوات عشان نشخص حاله الانيميا، في معانا ثلاث خطوات ضروري احنا نتبعها ونسوي بينهم كونكشن، تمام، نسوي بينهم كونكشن علشان نوصل الى التشخيص الصحيح والتشخيص السليم لمعرفه ايش سبب الانيميا وايش نوع الانيميا الموجود مع المريض. يعني طبعا ضروري يكون في ترابط طبعا ما بين الطبيب نفسه وكمان المخبري. اول حاجه طبعا الثلاث الطرق اللي ضروري نتبعها للوصول الى التشخيص الصحيح والتشخيص السليم، رقم واحد اللي هو البيشنت هيستوري، ضروري الطبيب طبعا، هذول واحد واثنين على الطبيب نفسه. طبعا البيشنت هيستوري اللي هي ياخذ ايش، انه الطبيب ياخذ نبذه يعني ياخذ عده حاجات من المريض اثناء مقابلته للمريض، يساله يعني عن الدايت، كيف الدايت عنده، كمان هل حصل له بليدنج ولا ما حصلوش، ايش العلاجات اللي يستخدمها، هل اذا هي فيميل هل هي بريجننت ولا مش بريجننت، اذا هو مسافر مثلا، اذا هذا المريض سافر هل سافر لمناطق موبوءه ولا لا، خاصه المناطق اللي هي موبوءه بطفيله الملاريا، وكمان اذا هو تشيلدرن، اذا هو طفل صغير المريض، كمان ضروري الدكتور ياخذ الفاميلي هيستوري، يعني قد يكون الطفل هذا عنده ايش مرض وراثي، فضروري انه الطبيب ياخذ ويعطي مع المريض علشان يوصل للنتيجة الصح. هذا رقم واحد. رقم اثنين كمان الطبيب ضروري يشوف ايش الساينز والسيمبتومز الموجودة مع المريض، لانه كمان بتساعده في التشخيص، وكمان يطلب هذه اللي هي اللابوراتوري تيست اللي هي الفحوصات المخبرية. طيب نجي على السنز والسيمبتومز، يعني ايش العلامات اللي تظهر على المريض اللي عنده الانيميا. زي ما اتفقنا انه في حالة المعد ما تظهر اعراض، في حالة اذا ظهرت تظهر بشكل خفيف، في حالة السيفير تظهر، يعني كمان مع الكومبليكيشن في حالة السيفير انيميا. طبعا لما نجي نتكلم عن السيمبتومز والساينز، في معانا يعني علامات عامة، علامات تظهر لاي مريض عنده حالة انيميا، وفي كمان ساينز تكون سبيسيفيك، سبيسيفيك معناته تحدد لي يعني تظهر في حالات مرضيه معينه. ايش هذول الساينز والسيمبتومز؟ طبعا يكون الشخص يعاني اول حاجه من حاله بالر، يكون عنده ايش شحوب في السكين في الايس، وكمان يكون الشخص عنده شورتنس اوف بريث، ضيق في التنفس، يكون عنده كمان ويكنس، يكون عنده كمان فاتيج، يكون عنده business defining دواء، يكون عنده اسمه، يكون كمان تعبان يشعر بالتعب. طيب يكون كمان عنده hypotension، يعاني من hypotension. طيب وكمان يكون عنده ايش التاكيكارديا، ويكون عنده chest pain. لكن نشوف المراحل، في مثلا اعراض هنا زي حالة الانجين هذه، طبعا الانجين هذه تظهر في حالة السيفير انيميا، وكمان حالة اللي هو السبيلونوميغالي والهيباتوميغالي من حسب تضخم في الطحال، تضخم في الكبد، هذه يعني في المراحل المتقدمة من المرض تظهر في حالة السيفير. طبعا هذه بالنسبة لما الستول يحصل له تشينجد ان كلر، هذه اذا كان الشخص عنده حالة الهيموليتيك انيميا، يعني مش في كل حالة الانيميا تظهر، تمام. طيب نجي على السبيسيفيك ساينز اللي هي على ليش على العلامات. طبعا العلامات الخاصه اللي قلنا عليها مثلا في حاله الايرون ديفيشنسي انيميا، يكون الشخص يعاني من الاعراض اللي ذكرناها فوق، بالاضافه الى اذا خاصه في حاله السيفير، الى انه لما نيجي نشوف حق الاظافر يطلع حق الاظافر زي ليش زي السبون، يعني شكله كذا زي الملعقه، تسمى الحاله كايلوني تشيز. طيب في حالة الهيمولانيا والجالوبليستيك انيميا، طبعا الانانيك البيستيك ساينز لما تكون الحالة سيفير، حالة السيفير انيميا، الهيمولايتيك انيميا وحالة الميجالوبليستيك انيميا، يكون الشخص يعاني من الايش؟ من الجانديز. طبعا هذه مميزة للايش؟ للهيمولايتيك والميجالو.
حال زي كالسل أن الشخص عنده leg ulcers تقرحات كده بالأرجل يطلع له. في حالة الثلاسيميا ميجور يطلع عنده إيش؟ بون ديفورميتيز تشوهات في العظام. إذا هذول الأعراض اللي ذكرتوهم تحت تعتبر سبيسيفيك، يعني الثلاسيميا لها إيش؟ أعراض مميزة. الميجالو بلاستيك أنيميا يطلع لها أعراض مميزة. الأيرون في لها أعراض مميزة. متى؟ في حالة السي بي. بالإضافة إلى الأعراض اللي فوق. فليش تقولوا إنه كمان الطبيب ضروري يركز على السبيسيفيك ساينز هذا عشان يكون كذا معلوم ويوصل بالأخير إلى نتائج إن شاء الله مضبوطة. طيب إيش الفحوصات المخبرية اللي يتم اللي يطلبها الطبيب من المريض شكينا إنه عنده حالة أنيميا؟ في معانا هنا فحوصات أولية. طبعاً الفحوصات الأولية اللي بيسويها يطلب منه يسوي فحص السي بي سي، كمان يطلب منه يسوي فحص البلد فيلم ريبورت، يعني يطلب منه سي بي سي، بلد فيلم ريبورت، ريتيكولوسايت كونت، البون مارو اكزامينيشن. هذه مش دائماً وكمان ما تعتبرش من ضمن الفحوصات الأولية بس يعني يطلبوها. طيب لما نقولكم كومبليت بلد كونت اللي هي فحوصات فحص الدم الشامل، طبعا هذا يعتبر اول فحص شخص لحالات الانيميا، يعني او يجيب لي مؤشر كذا انه الشخص ذا عنده حاله انيميا. ايش هذول فحوصات السي بي سي؟ اللي هي الاتش بي ار بي سي كونت، الهيماتوكرايت او البي سي في، الار بي سي انيس اللي هي الام سي بي اتش، ام سي اتش ار دي دبليو والدبليو بي سي والبلاتلت. هذول كلهم تبع من؟ اللي هو فحص الدم الشامل اللي هو السي بي سي. بالاضافه زي ما قلنا انه يطلب البلد فيلم ريبورت والريتيكولوسايت كونت والبون مارو اكزامينيشن، هذه فحوصات اوليه. طيب اذا بالفحوصات الاوليه طلع انه الشخص هذا عنده ايش؟ حاله انيميا. علشان يثبت انه علشان يوصل الى ايش نوع الانيميا الموجوده بالضبط، لانه في معنى انواع من الانيميا، ضروري يسوي الفحوصات التاكيديه، يعني ضروري ما يسوي فحوصات تاكيديه للوصول الى ايش الانيميا الموجوده بالضبط. طيب بجيب لكم كذا معلومات، طبعا معلومات كذا بسيطه عن السي بي سي، عن البلاد فيلم، عن الريتيكولوسايت، بحيث انه لما يوصل لكم التقرير وطبعا تقعدوا تقراوا النتيجه وتفسروها، تاخذوا معلومات كذا، يعني ترجعوا للمعلومات هذه ممكن ان تفيدكم. طبعا الاتش بي بالجدول هذا انا كاتب لكم الاتش بي والنورمال رينج وكمان الانترفيرنج فاكتورز. طبعا الهيموجلوبين انا قد تكلمت عن النورمال رينج حقه في اول شريحه لو تتذكروا. نجي على الانترفيرنج فاكتورز. ايش معنى الانترفيرنج فاكتورز؟ يعني عوامل دخيله، يعني مثلا الهاي التيتيود، ولما الشخص يعمل اكسرسايز بشكل قوي الاتش بي لما نجي نقيسه له يكون مرتفع، يعني ارتفاعه هنا يعتبر ايش؟ يعتبر طبيعي، وكمان ارتفاعه يكون مثلا بشكل مؤقت، اول ما يزول المؤثر على طول الاتش بي هذا يرجع الى طبيعته، لذلك سميت هذولا انترفيرنج فاكتورز، عوامل دخيله، تمام؟ يعني ما تعتبرش حالات مرضيه، يعني الاتش بي هنا ما نعتبرش ارتفاعه حاله مرضيه. يعني نتيجة إنه الشخص هذا يعيش بالمرتفعات العالية الـ HB ارتفعت، نتيجة إنه هذا الشخص عمل إكسرسايز بشكل قوي ارتفع عنده الـ HB، تمام؟ طيب كمان الـ HB يقل إذا الشخص حصل له إيش؟ أخذ كمية كبيرة من السوائل، مثلاً واحد أخذ الـ IV هذا وجاء مباشرة بعد ما خلص الـ IV نقيس له الـ HB، فطبيعي جداً إنه الـ HB إيش؟ يقل نتيجة تأثير، نتيجة ما يسمى بالديليوشن إفكت، حصل تخفيف للإيش؟ للبلد فوليوم. طيب في حالة البريجنانسي كمان، في البريجنانت وومن زي ما اتفقنا من قبل إنه لما ينقص النقص في البريجنانت وومن يعتبر طبيعي إلى 11، بعد 11 يعتبر أقل من 11 يعتبر إيش؟ أنيميك، يعتبر حالة أنيميا. طيب يعني الآن لما مثلا الفكرة وما هي لما يوصل التقرير مسجل في نتيجة الـ HB وإحنا قد في معنا خلفية عن الأعراض الموجودة مع المريض وقد أخذنا كمان الهيستوري تبع البيشنت، نقدر نعرف إن ارتفاع الـ HB هذه أو انخفاضها ناتج عن interfering factor ولا لا. طيب نجي على الـ RBC count اللي هي كرية الدم الحمراء، طبعا في الأدلت تختلف عن
الأدلت ميل يختلف عن الأدلت فيميل. إنه في الأدلت ميل يكون النورمال رينج حقها من 4.5 إلى 6، في الفيميل عادة يكون أقل شوية من 4 إلى 15 أس 12 لكل لتر، طبعا هذول الوحدات حقهم. طيب الـ RBC كمان نفس الكلام، الـ interfering factors حقها اللي هي الـ high altitude والـ stress، هذول الحاجتين تؤدوا إلى زيادة الـ RBC. بس زي ما قلنا إن الزيادة هذه تعتبر إيش؟ تعتبر ما هيش pathological، ما هيش مرضية. نفس الكلام بالنسبة للنقصان، الـ RBC تقل في حالة الـ pregnancy، يعني نفس من؟ نفس الـ HB. طيب نقعد الـ hematocrit وفحص الـ BCD، كمان النوربك تختلف باختلاف الإيش وباختلاف السكس. طيب إيش الحالات؟ طبعاً الـ BCD كمان يرتفع في حالة الـ high altitude، وكمان في حالة الـ severe dehydration، يعني الشخص لما يحصل له severe vomiting أو severe diarrhea فيحصل إيش؟ يحصل فقدان كمية كبيرة من السوائل تؤدي إلى زيادة الـ BCD. إذن هنا كمان عرفنا إيش سبب الارتفاع. طيب بالنسبة للـ BCV كمان انخفض في حالة الـ pregnant woman. في حاجة اسمها الـ critical values اللي هي القيم الحرجة. القيم الحرجة المقصود فيه يعني قيم تمثل خطورة على المريض. مثلا الـ HB، لما يطلع الـ HB أقل من 5 جرام لكل ديسيلتر، و أو مثلاً طلع معي أكثر من 20 جرام لكل ديسيلتر، إحنا عارفين النورمال رينج حقه من كم إذا كم مثلاً في حالة الفيميل من 12.5 إلى 6، 12.5 إلى 6، الآن طالع هذا أقل من 5 والنورمال رينج طالع أكثر من 20، يعني القيم مرة يا إما واطية زيادة يا إما مرتفعة زيادة. في الحالة هذه تسمى كريتيكال فاليو، قيمة حرجة تمثل إيش؟ تمثل خطورة على المريض. لذلك في الحالة هذه لي كمخبرية ما رحش أسجل القيم هذه إلا بعد ما إيش؟ بعد ما أتأكد إنه هل الخطوات اللي مشيت عليها في المختبر صحيحة ولا لا، يعني أقوم أعيد الفحص مرة ثانية، يعني قد يكون في خلل بالجهاز حقي أو في خلل مثلا في سحب العينة أو في كان خلل مثلا في المحاليل نفسها. إذا عدت الفحص مرة ثانية وطلعت النتيجة نفسها يعني منخفضة ولا مرتفعة زيادة، هذه الساعة إيش أسوي؟ أقوم أتواصل مع الطبيب نفسه، يعني مشان أسأله عن حالة المريض هذه، يعني عشان أضمن إنه لما أجي أكتب النتيجة أكتب النتيجة صح. طيب الـ BCV متأقول عليه critical value، يعني ننتبه هذه الساعة ونبدأ نشوف نقابل المريض نتواصل مع الطبيب، لما تكون أقل من 20%، ولما تكون أكثر من كم؟ من 60. طيب الـ WBC، الـ WBC طبعاً النورمال من 4 إلى 11 في حالة الأدلت، إذا طلعت أقل من 2 تعتبر إيش؟ مرة منخفضة، يعني تخيل النورمال من 4 هذا طلعت أقل من 2 معناته كريتيكال، قيم حرجة. طيب زي ما قلنا إن النورمال إلى 11، طيب طلعت الآن كام؟ 30، إذا تعتبر هذه كمان قيمة حرجة ما نسجلهاش إلا بعد ما أتأكد من كل الجوانب، من المختبر نفسه والجهاز تبع المختبر، وكمان من الطبيب، يعني يكون في تواصل بيني وبين الطبيب. طيب نجي على الفحوصات هذه، طبعا تكمله احنا الان ما زلنا في السي بي سي. في الجدول هذا كمان انا موضح لكم الفحص والانترفيرنج فاكتور، هذا اهم حاجه الانترفيرنج فاكتورز، هذه اذا عرفتوها ممكن ايش اوصل الى نتيجه صحيحه. الـ MCV طبعاً النورمال رينج من 80 إلى 95 فيمتوليتر، هذا شرحتها لكم من قبل لما جينا نقسم الأنيميا. زي ما اتفقنا إنه الغرض من الـ MCV إنه يقسم للخلايا إلى ثلاثة أقسام، يا إما نورموسيتيك خلية حجمها طبيعي، طبعاً هذه الـ MCV الغرض منها تقسم خلايا إلى ثلاثة أقسام على حسب الحجم، يعني هل هي حجمها طبيعية نورموسيتيك إذا طلعت MCV ما بين 80 إلى 95، أو ميكروسيتيك إذا طلعت قيمة MCV أقل من 80، أو ماكروسيتيك، يعني ماكروسيتيك معناته إن الخلية حجمها كبير لما يكون القيمة أكثر من 95، تمام؟ طيب إيش الانترفيرنج فاكتورز؟ يعني حاجة تؤدي إلى زيادة MCV، بس الزيادة هذا تعتبر إيش؟ نتيجة وجود عوامل أو مؤثرات ثانية، يعني لما يرتفع الـ WBC ولما يرتفع الـ RTX الـ MCV بعض الأحيان نشوفه مرتفع،
نفهم هذه الساعة أنه ارتفاع الـ MCV ناتج عن ارتفاع الـ WBC، ناتج عن ارتفاع الـ Reticulocyte. طيب الـ MCH، الـ MCH طبعاً النورمال رينج حقه من 27 إلى 32 كب. كمان هذا الغرض من الـ MCH اللي هو معناته متوسط كبير خلية واحدة يعني داخل الدم الحمراء الواحد، كم يكون كميته من 27 إلى 32 بايكوغرام. هذه إذا طلعت قيمة الـ MCH ما بين 27 إلى 32 معناته أن الصبغة طبيعية، نكتب normal quick. إذا طلعت القيمة أقل من 27 تسمى hypochromic. تمام؟ إذا الصبغة هنا منخفضة والصبغة هنا طبيعية. إيش الحاجات التي تؤدي إلى زيادة الـ MCH؟ والزيادة هذا قلنا تعتبر إيش؟ false increase، يعني زيادة خاطئة، اللي هي وجود زيادة الليبيد في البلد اللي هي الهايبرليبيديميا. إذا زادت الليبيد في البلد الـ MCH هذا يحر. الهيبارين كونسنتريشن إذا هم يؤدي إلى زيادة الـ MCH. الـ WBC إذا هي مرتفعة، طبعا الارتفاع لما يكون شديد مش حاجة بسيطة يؤدي ارتفاع الـ MCH. وجيتم تركزوا هي أكثر من 32 نقطة هايبر كروميك. ما فيش مصطلح لما التقرير نكتب هايبر كروميك، كان نورمال أور كروميك، مش هايبر كروميك. MCH عن هذه الـ MCH المقصود اختصار لكلمة مين كوربسكولر هيموجلوبين كونسنتريشن، معناته متوسط تركيز الهيموجلوبين في كل الخلايا. هنا يحصل يعني سب لنا كيلو واحد، لكن كل الخلايا النورمال رينج من 33 إلى 70. هذا كمان الغرض إن في نفس الشيء يحدد الصبغة الطبيعية، يعني 33 نقول عليها هايبوكروميك. طبعا كمان الانكريز يعني حاجات إلى زيادة الـ MCHC لأسباب لعوامل خارجية هي الليبيميا، زيادة الدهون في الجسم، رولاكس فورميشن، عارف إيش معنى الخلية الأرضية تتطفى وقت ثاني، زي حالة الأطباء الميلوما تظهر في بهاء. في حالة النيو بورن كمان والإنفانت يعني الأطفال حديثية الولادة الـ MCHC ترتفع، إذا يعتبر بشكل مؤقت طبيعي مش حالة مرضية. كمان زيادة الـ concentration of heparin يؤدي إلى زيادة الـ MCHC. فهذول كامل العوامل ضروري ما نحطها في بالنا أثناء قراءة وتفسير النتيجة عشان نعملها exception. نجي على الـ W من ضمن الـ CBC اللي هي اختصار red distribution width، اللي هي إيش معناته؟ معناه طبعا هذا قصدي الفحص الغرض منه انه يحدد لي نسبه الالتهاب في احجام الار بي سي اللي هي الاسوسيس، نسبه اختلاف في احجام الار بي سي عاده من 11.5 الى 14.5%. طبعا هذا الفحوصات الام سي بي والام سي اتش والام سي اتش سي والار دي دبليو الجهاز من نفسه يطلعها. يعني طبعا هذا اذا ما فيش معنى جهاز السي بي سي وطلب الطبيب ان احنا نسوي ام سي بي ولا ام سي اتش ولا ام سي اتش سي، هذه اطلعها بعمليه حسابيه. تمام، اطلعها بعمليه حسابيه في بس موضوع هذا. اذا هذا في حال انه ما فيش معنى الجهاز، لكن الار دي دبليو هذا اذا انا اشتيه ضروري بالجهاز لانه العمليه الحسابيه حقه مره معقده. طب لحظه بس طيب خلونا نكمل.
طيب نجي الآن على كملنا السي بي سي، كملنا ما يخص معلومات بسيطة عن السي بي سي. نجي الآن عن الريتيكولوسايت كونت. إيش معنى الريتيكولوسايت؟ الريتيكولوسايت كونت اللي هي ريتكس طبعاً، أو الريتيكولوسايت هي عبارة عن الخلية الشبكية، طبعاً هي عبارة عن immature RBC كرية دم حمراء غير ناضجة. لو تتذكروا عملية الإرثروبايسيس، عملية تخليق الـ RBC داخل البون مارو، في لها كذا مراحل. المرحلة ما قبل الأخيرة تسمى بالريتيكولوسايت. هذه طبعاً تجلس في البون مارو 3 أيام. بعد ما تجلس في البون مارو ثلاثة أيام تروح إلى مجرى الدم، إلى البلاد ستريم، وتجلس من يوم إلى يومين تتحول إلى ماتشور RBC، إلى كرية دم حمراء ناضجة. لذلك طبعا توجد بنسبه بسيطه في البلد في الحاله الطبيعيه. طبعا كيف يجي شكلها؟ طبعا هذه علشان تطلع معانا، تطلع طبعا في معانا صبغه خاصه تسمى صبغه النيوميثيلين بلو، تسمى صبغه النيوميثيلين بلو او البريلينت كريزل بلو، علشان اطلع الخليه هذه. بمعنى انه في البلد فيلم، لما اجي اسوي البلد فيلم اشوف كريه الدم الحمراء، اشوف الدبليو بي سي، علشان اشوفها استخدم لها صبغه اسمها الجيمساستين. هذه يعني صبغه معروفه تسمى جيمساستين، لكن التكس علشان اشوفه لا، في معي صبغه خاصه تسمى النيوميثيلين بلو او تسمى بالبرنت كريزل بلو. هذه اللي هي تجي طبعا كريه الدم الحمراء تنصبغ باللون الاخضر، ولكن لما اشوف كريه الدم الحمراء مصبوغه باللون الاخضر لا، وداخلتها كذا في جرانيولز او في حبيبات واخذه اللون الازرق او اللون البنفسجي الغامق، هذه تسمى ريتكس. اذا هذه كريه دم حمراء عاديه طبيعيه، لكن هذه تسمى بالريتيكولوسايت. تمام؟ اذا عباره عن كريه دم حمراء تاخذ اللون الاخضر، داخلتها حبيبات واخذ اللون الازرق. اللون الازرق هذا عباره عن ايش؟ عباره عن بقايا من الار ان ايه، ريمينانت اوف ار ان ايه. المهم ايش الغرض من الريتكس؟ طبعا الريتكس الغرض منه يجيب لي مؤشر على مدى نشاط البون مارو. هل البون مارو هذا اكتف ولا مش اكتف؟ يعني هل هو شغال في انتاج الخلايا ولا لا؟ اذا الغرض من فحص الريتيكولوسايت كونت انه يجيب لي انديكيشن للبون مارو اكتيفيتيز، يعني مؤشر على نشاط مارو. نيجي على النورمال رينج نيوبورن، ففي النيوبورن يطلع من 3 إلى 7، لكن في الأدلت ميل يكون من 0.5 إلى 1.5%. في حالة الأدلت فيميل يكون من 0.5 إلى 2.5%. يعني إنه في حالة النيوبورن يكون الريتكس يعني مرة مرتفع من 3 إلى 7، بس الارتفاع يعتبر إيش؟ يعتبر طبيعي، لكن هنا حاجة بسيطة يعني 0.5 إلى 1.5. طيب نجي نفسر النتيجة، يعني مثلا إذا طلعت قيمة الريتكس في حالة النيوبورن أقل من 3، في حالة الأقل من 0.5 يعني ما فيش، إيش في ديجريز في الريتكس؟ يعني الريتكس هذا منخفض. طيب إيش الحالات المرضية اللي يقل في بها الريتكس؟ يا يعني إما في حالة النيوتريشنال ديفيشنسي، يعني إنه هذا الشخص عنده نقص في فيتامين بي 12، أو عنده نقص في الفوليك أسيد، أو عنده كرونيك ديزيز، أو عنده بون مارو فايلر، يعني في عنده مشكلة في البون مارو، فيعرق عملية تخليق الخلايا، عملية الإرثروبايسيس فايت في الريتكس. طيب في حالة النيوبورن أكثر من 7، في حالة مثلا الميل أكثر من 1.5، في حالة الفيميل أكثر من 2.5%، إيش معناته؟ هذا تجيب المؤشر إنه الشخص هذا يا إما عنده هيموليتيك أنيميا، تكسرات في الدم، أو كرونيك بلاد لوس، هذول الحالات المرضية بيزيد في بها الريتكس. طيب تعالوا عن انترفيرينج فاكتورز، هذه جدا مهمة. يعني مثلا الانفنت، وفي عند العمل في البريجننت ووم، الزيادة هذه نعتبرها طبيعية، مع انه بعدين الحالة الى الحالية. طيب كمان قلت لكم كيف نعرف انه الزياده هذا انترفيرنج ولا لا؟ من خلال الهيستوري اللي اخذتوها من المريض لما قابلته، من خلال السيمبتومز والساينز، من خلال الاخذ والعطاء مع المريض، كل هذه مهمه. طيب نجي على الديجريز، ايش الحاله؟ يعني الديجريز لما تقل الريتكس في حاله الريسنت ترانسفيوزد بيشنت، يعني المريض اللي عاد واخذ قربة الدم وجينا
نسوي طبيعي جدا انها تطلع ايش ناقصه، فهذه كمان تمثل انترينج فاكتورز. نجي على البلد اللي هي المرض. طبعا البون مارو ديزيشن هي من ضمن الانيتشال انجيشن، يعني ما تعتبرش من ضمن الفحوصات الاوليه لحالة السي بي سي. بس هذا متى نعملها؟ متى يطلبها الطبيب؟ طبعا في حال انه مثلا ما قدرش نوصل الى سبب ونوع الانيميا الموجودة من خلال فحوصات السي بي سي، او من خلال فحوصات من خلال بلاد فيلم ريبورت. يعني لما نجي سوينا بلاد فيلم ريبورت وجينا نسوي فحص السي بي سي وما قدرناش نوصل الى التشخيص الصح، ما عرفناش ايش سبب الانيميا، في هذه الحالة يطلب الطبيب انه يسوي بون مارو اكزامينيشن، لانه اساسا هذه في يكون في صعوبه وتعب على المريض انه يتم اخذ العينه. الان نجي على الهيماتولوجي ريبورت. الريبورت تبع الهيماتولوجي كيف يكون؟ يكون مقسم زي كذا، يكون هنا مسجل في بو اسماء التست، اسماء الفحوصات، وهنا معلش وهنا مسجل الريزولت النتيجة، وهنا الريفرنس اللي هو النورمال رينج، وهنا الايش، وهنا اليونتس الوحدة حق كل فحص. تمام، هنا تحت مسجل البلاد فيلم ريبورت. يعني هذا البلاد فيلم ريبورت هذا طبعا موضوع مرة طويل، بقي لكم الآن هو بشكل مختصر. يعني نعمل ريبورت للار بي سي، للدبليو بي سي، للبلاتلتس. المهم انه هذه الورقه هي اللي توصل لعند الطبيب ويشوف من خلالها نتائج السي بي سي على نتائج البلد فيلم. يعني من كلمه ديفرنشيال لا تحت خذها من فين او من فين، من بلد فيلم. طيب طبعا هنا في معكم كلمه فلاج، طبعا هو يكتب لنا حرف ال ال حرف الاتش، طبعا هذا معناته لو، معناته هاي، هذا المقصود بالفلاج. الفلاج يعني يأشر لنا الجهاز نفسه، يأشر لنا الأماكن اللي في بها زيادة ولا اللي في بها نقصان، يعني الحالات اللي هي إيش غير طبيعية. الحين أنا تكلمت عن هذا بشكل مختصر، كتبت لكم معلومات بسيطة عليها. الآن باقي أكلمكم عن البلاد فيلم ريبورت، يعني كيف أكتب تقرير متكامل على البلاد اللي هو هذا الموضوع البلاد، يعني كيف أنا أدرس بلاد فيلم. كل حاجة إيش هذا البلاد فيلم اللي هو هذا. طبعا البلد فيلم احنا نحضر، يعني نجيب فكرته ان احنا نجيب ناخذ قطره بلد نحطها فوق الشريحه ونجي نفردها، وبعدين نثبتها بالميثانول، وبعد ما ثبتها بالميثانول اصبغها بصبغه الجيمسستين، وبعدين بعد ما تنصب بصبغه الجيمسستين تتحول لي لشكل هذا. يعني هذا قبل الصبغه ناخذ هذه الشريحه وادرس. هذا الآن يسمى بلد فيلم، أخذها وأدرسها على جهاز الميكروسكوب. أول حاجة إيش الغرض من البلد فيلم؟ هذه الشريحة اللي كونتوها الآن إيش الفائدة منها؟ طبعاً الفائدة منها إنه من خلال البلد فيلم أدرس الأشكال الطبيعية والغير طبيعية للآر بي سي والدبليو بي سي والبلاتلتس. طالما أنا أدرس الأشكال الطبيعية للآر بي سي والدبليو بي سي والبلاتلتس، إذا أنا قادرة إن أنا أشخص حالة الإيش؟ الأنيميا، كمان حالة اللوكيميا، كمان الباراسايتك انفكشن، يعني إذا كان في باراسايت ممكن كمان نشخصها من خلال البلد فيلم زي الملاريا. كمان الغرض من البلد فيلم إن إحنا نسوي من خلاله differential count اللي هو العد التفريقي، كمان من خلال البلد فيلم ممكن أعمل تقييم للبلاتلتس. طيب لما أجي أدرس البلد فيلم، أعمل بلد فيلم ريبورت، كيف أدرسه؟ كيف أدرس البلد فيلم هذا؟ طبعاً أركز على أربع حاجات، يعني بالبلاد فيلم ريبورت بركز على أربع حاجات فيبو اللي هي differential count، أعمل عد تفريقي، أعمل evaluation للار بي سي، أعمل تقييم للار بي سي، وكمان ممكن هذول الحاجتين الأخيرة إنه ممكن أطلع التوتال دبليو بي سي من خلال البلاد فيلم، وكمان أعمل تقييم للبلاتلتس. كل واحد من هذول بشرحهم لحاله. طبعا أول حاجة معنا البلاد فيلم اللي هو هذا، يعني الآن أخذ الشريحة بطافق جهاز الميكروسكوب. طبعاً في خطوات، يعني كيف أدرس البلد فيلم؟ بعد ما أحط الشريحة فوق جهاز الميكروسكوب أجيب العدسة 40، لأنني من أجي أسوي كنت عد تفريق. طبعاً نعدها بالعدسة باستخدام العدسة 40. طيب
طبعا البلد فن هذا يقسم الى ثلاثه اقسام. الجزء هذا يسمى بالهيد، وهذا يسمى بالبادي، وهذا يسمى التيل. طبعا احنا لما نيجي ندرس البلد فن نركز على المنطقه هذه بس، اللي هي منطقه التيل. ليش هذه المنطقه؟ لان كريات الدم الحمراء تكون ايش، مش متكدسه، مش متزاحمه، فاحنا نختار مكان ما يكونش فيه الخلايا متزاحمه. طبعا كل ما اتجهنا في لمنطقه البادي اللي هو هذه الجزئيه، الار بي سي تبدا تتكدس كل واحده فوق الثانيه، فبالتالي ما اقدرش ادرس الخلايا بشكل مفصل يعني. نفس الكلام للهيد، لذلك المكان اللي بعد فيه هو منطقه التيل اللي هو هذا. طبعا لما اجي اعد بالعدسه 40، طبعا في مكان في كمان معنا خطوات يعني من فين ابدا اعد بالضبط. المهم اذا في معكم خلفيه، اذا في معنا طلاب مختبر عندهم خلفيه يعرفوا الخبر هذا. المهم انه لما اجي اعد، طبعا اعد ايش؟ يعني الان بتكلم عن الديفرنشال كونت. ايش معنى الديفرنشال كونت؟ العد التفريقي. ايش معنى العد التفريقي؟ المقصود في باب معرفه نسبه كل نوع من انواع دبليو بي سي. احنا عارفين ايش هي الدبليو بي سي، نيتروفيل، زاينوفيل، بازوفيل، مونوسايت، ليمفوسايت، والخلايا الغير ناضجه للدبليو بي سي. هذول لما اشوفهم اعدهم، يعني اعمل عد تفريقي. كيف نعدهم؟ زي ما قلنا في منطقه التيل بالعدسه 40، ولما اجي اعد اعد شكل الزجزاج، يعني اذا بدات من تحت امشي لها فوق، يعني على حق الحق، يعني على شويه شويه، بعدين اطلع، بعدين الف، بعدين انزل، بعدين الف، بعدين اطلع، وهكذا. طبعا اجلس اعد، اعد باستخدام الهاند كونتر اللي هو العداد، في معنى يكون عداد خاص لعد البلد فيلم. طبعا هذا لما نيجي نعد ال WBC، طبعا اي دبليو بي سي نشوفها نعدها في خانات خاصه بالهاند كونتر هذا. في اذا مثلا شفت نيتروفيل اعدها بالخانه محل النيتروفيل، اذا شفت ايزينوفيل احل اعدها بالخانه تبع الايزينوفيل، اذا شفت بازو اعد في الخانه تبع ايش؟ تبع البازوفيل، وهكذا. اذا اجلس الدبليو بي سي هذه لا متى اعد؟ لما اوصل ل 100، لما اوصل لل 100 على طول اوقف. تمام، اهم حاجه ضروري ما يكون يعني عارفين اشكال الخلايا هذه اللي نعد اللي هي دبليو بي سي. شوفوا الان مركزه على ايش؟ على الديفرنشال كونت، على العد التفريقي، معناته انا اعد دبليو بي سي. تمام، انا اعد ايش؟ انا اعد دبليو بي سي. طالما اعد دبليو بي سي معناته انه زي ما قلنا اركز على الاشكال، اكون حافظه للاشكال تبع الدبليو بي سي الطبيعيه، النيتروفيل كيف شكلها؟ ايزينوفيل كيف شكلها؟ البازوفيل، المونوسايت، الليمفوسايت، هذه الاشكال الطبيعيه. كمان انا مسجل لكم هنا النورمال رينج عشان افسر النتيجه واكتبها في التقرير. يعني النيتروفيل النورمال رينج حقه من 40 ل 70%. تمام، اذا طلعت قيمه النيتروفيل من 70 معناته الحاله النيتروفيليا. اكتب هكذا التقرير تبع الدبليو بي سي. صح، انا قلت لكم هنا في تقرير هنا في معانا تقدير مسجل في بول اللي هو بي سي. طبعا الدبليو بي سي كان هذا بكتب هنا، هل في نيتروفيليا، هل في داينوفيليا، هل بازوفيليا، فانتو وهنا ذا، وهنا بكتب العدد اللي طلع معي، نيتروفيل كم، الليمفوسات كم، المدن كم، وهكذا. طيب طبعا قلت لكم هذول الاشكال مع كاركترز حقها ضروري احفظها، خاصة الكاركترز اللي ايش تعمل لي لخطة. فهذا طبعا موضوع طويل، وجيت احكي لكم هذا ايش يعني، كيف اسوي له، انا اجي اوصف باخذ وقت طويل. يلا دوب اجيب فكرة بسيطة علشان ادخل بالموضوع الاساسي. اذا مثلا الايزانوف، اذا طبعا النورم واحد الى ست، قيمة اكثر من ستة او ايزانوفيليا أقل من عن هذا، أحفظهم كمان بشيء صحيح، يعني عشان أحفظ حتى الكتابة حقهم كيف. من أجي أقبل النتيجة أكتبها بشكل صحيح، يعني حتى الطبيب علينا إحنا جالسين نكتب بشكل غلط. هذول المصطلحات ضروري نحفظهم كتابة ونطقا. البازوفيل من 0 إلى 1 أكثر من كتاب بازوفيل، ما أقدرش أقول في إذا بازوفيل ما فيش. من 2 إلى 10 أكثر من كذا تعتبر مونوسايتوسيس. الليمفوسايت النورمال رينج حقها من 20 إلى 45%، إذا كان أكثر من كذا أقل من كذا الليمفوسايتوبينيا. هذولا إيش؟
هذول الأشكال الطبيعية اللي لما أجي أعمل الديفرنشال كونت أركز على هذول الخلايا، ما علينا ما فيش حاجة اسمها الديفرنشال كونت معناته عد ار بي سي، لا الديفرنشال معناته أركز بس على الدبليو بي سي وأعد الخلية معناتها خلاص هذول طبيعية. ندخل على الأشكال الغير طبيعية للدبليو بي سي، يعني وإحنا جالسين نعد شفنا إماتشور دبليو بي سي. إيش معنى إماتشور دبليو بي سي؟ كلية الدم بيضاء مش ناضجة، زي إيش؟ زي الرياكتيف ليمفوسايت، زي الباند فورم، زي المايلوسايت، هذول خلايا غير طبيعية. طبعا هذول كمان إذا شفتوهم تعتبر دبليو بي سي بس مش ناضجة، كمان إذا شفتوهم أعدهم طبعا لو جيتم تركزوا على الهاند كونتر ما فيش يعني اسم الخلايا هذه لوسايت ميتا مايلوسايت، يعني ما لهاش خانه اثناء عمليه العد. شوف عدهم اعدهم يعني اجيب ورقه مثلا ثاني جنبها واعدهم طبعا من ال 100 يعني خلص ال 100 دبليو بي سي اعدهم هذول لحالهم، لا هذول من ضمن ال 100. طيب في هنا كلمات شيفت تو ليفت، يعني أنا لما أجي أشوف قيمة أكتبها في التقرير مايلوسايت أشوف قيمتهم أسجل في التقرير أكتب بند فورم أكتب بين قوسين إنه في شيفت تو ليفت. إيش معنى شيفت تو ليفت؟ يعني أنا شفتوا المراحل ما قبل إنه دبليو بي سي. ما المقصود بشيفت تو ليفت؟ معناته في معانا immature forms of WBC، في معنى الأشكال الغير ناضجة للWBC، لذلك نكتب عليها shift to lift. طبعاً الرياكتف لينفوسايت ما أكتب شافي بها shift to lift، shift to lift للباند وللميلو وللميتا وللحاجة تابي. طبعاً هذا الرياكتف لينفوسايت تظهر معناته يجيب لي كذا indication إنه الجهاز المناعي شغل معناته انه في حاصل مثلا سيفير انفكشن مثل حاله الانفكشوس مونوكليسيس، طبعا يرتفع هذه او تتوفر الانفلوسايت. طبعا كمان الدبليو بي سي ولا دبليو بي سي غير ناضجه تكلمت عليها اللي هي شيفت تو ليفت. طبعا في كمان دبليو بي سي غير طبيعيه مش غير ناضجه، لا غير طبيعيه، زي ايش؟ زي الهايبر سيجمنتد نتروفين. هذه هايبر سيجمنتد نتروفين ايش معناته؟ في معانا نتروفين، احنا الآن حافظين الشكل الطبيعي للنتروفين. طبعا الشكل للنتروفين عدد الفصوص الموجود فيه بها من 2 إلى 5، يعني لما يكون عدد الفص فيه بها من 2 إلى 5 يعتبر طبيعي. إذا طلعت عدد الفصوص، طبعا الفصوص حق من؟ حق النوى، حق النيوكلس تبع النتروفين. إذا طلعت أكثر من 5 تعتبر هاي سيجمنت، نقول للنتروفيل انها هايبر سيجمنت اذا كانت عدد الفصوص اكثر من 5 لوبات. الفصوص المقصود فيها لوبس هذه، طبعا كيف نعد؟ تقولي لي يا دكتور كيف نعد؟ تعدوها عادي يعني من ضمن المنتجات تعد من ضمن النتروفيل. النتروفيل تكتب يعني تضغط عند النتروفيل، بس في التقرير ضروري تكتب انه في هايبر سيجمنتد نتروفيل، لانه هذه تجيب لي انديكيشن مؤشر لحاله مياه. مثلا هذه تجيب لي مؤشر اذا كتب التقرير شخص عنده ميجالوب او شخص سليم ما عندهش حاجه، تجيب لي مؤشر انه هذه النتروفيل تعتبر ايجينج. ايش معنى ايجينج؟ يعني قدها كبير عجوزه بس في البلاد ستريم يعني فتره. طبعا من تبدا المستقبل هايبر سيجمنتد نتروفين في التقرير تبع الدبليو بي سي نكتب كمان بين قوسين انه في شيفت تو رايت. دحين قلنا لما نشوف البند فور نكتب شيفت تو ليفت، لما اول مايلوسايت اول ميتا مايلوسايت هذا اللي تبع الدبليو بي سي، لكن لما نشوف الهايبر سيجمنتد نتروفين شيفت تو رايت. ايش معنى شيفت تو رايت؟ مراحل ما بعد النضوج. ايش معنى شيفت تو ليفت؟ النضوج، حق من النضوج؟ حق الدبليو بي سي. عن الدبليو بي سي ما دخلتش خالص في الار بي سي. كمان نشوف اثناء عمليه العد اذا في نيتروفيل with توكسيك جرانيوليشن، يعني طبعا النيتروفيل الطبيعيه العاديه لما نيجي نشوفها شوفوا الي هذه النيتروفيل الطبيعيه عاده في السيتوبلازم حقها تحتوي على جرانيولوس في حبيبات، بس الحبيبات هذه تكون فاين بينك. ايش معنى فاين؟ ناعمه، يعني كذا نقط صغيره، حبيبات صغيره موجودة داخل السيتوبلازم، وكمان تكون ايش لونها وردية. تمام، لكن في حالة الدوليشن
الجرانيولز كوز يعني مش ناعمة، عكس عكس يعني تكون خشنة، تكون بارزة. بنفس الوقت اللون حقها إيش؟ أزرق غامق، يكون لونها أو بنفسجي غامق بالصورة. تمام؟ هذا من نشوفها كمان عندها من في، بس نكتب بالتقرير إنه في نيتروفيل والتوكسي جرانيولي. طول أول ما الطبيب يشوف إنه في نيتروفيل والتوكسي جرانيوليشن بأن الشخص هذا عنده بكتيريال إنفكشن، أول ما يشوف كلمة هايبر سيجمنتد يقول شخص حالة ميجالو بلاستيك أنيميا، يعني في حاجة ضروري نكتبها تقريبا الهيماتولوجي ريبورت علشان يسهل للطبيب تفسير وقراءة النتيجة ويوصل للتشخيص الصحيح والتشخيص السليم. طيب من أثناء وإحنا جالسين كذا نعد وليو بي سي، إذا شفنا النيوكليتيد بي سي اللي هي هذه، هذه الآن تعود أربتي كرية دم حمراء تحتوي على نواة. طبعاً هذه الخلية إذا شفناها كمان اللي هي تعتبر الآن مش دبليو بي سي، هذا تعتبر آر بي سي بس تحتوي على نواة تسمى نيوكليتيد آر بي سي. طبعاً هذه النيوكليتيد آر بي سي تعتبر إما آر بي سي كرية دم حمراء غير ناضية. تمام؟ طبعاً ما تتواجدش في البريفرال بلود الطبيعي، والشخص السليم الخلية هذه ما نشوفش في البلود. عدا إذا كان العينة هذه لإنفنت يعني لنيو بورن للطفل حديث الولادة كذا من يوم إلى خمس أيام، ممكن نشوف الار بي سي وجودها طبيعي. طبعا الخلية هذه لو جيتم تركزوا عليها تشبه من؟ تشبه خلية من خلايا الدبليو بي سي اللي هي اللي هي اللي هذه تشبه هذه، بس طبعا هو في فارق كثير. ايش الفرق بينهم؟ هنا كمية السيتوبلازم قليل والنواة يكون حجمها كثير. تمام؟ لكن في حالة النيوكليتيد ار بي سي طبعا هذه ضروري نشوفها ونفرق ما بينها وما بين الليمفوسايت لانه كثير تعمل لنا مشاكل. طبعا هذه الخلية النواة تكون صغيرة، النواة تكون طبعا اللون حقها يكون كذا ازرق غامق وتكون يعني تسمى كومباكت وتكون صغيرة، كمية السيتوبلازم إيش؟ كبير، واللون السيتوبلازم يكون بيل بلو أزرق باهت، بعض الأحيان على حسب مرحلة النورموبلاست يكون لونها مشابه للون السيتوبلازم حق الأر بي سي، لأنه هذه النيوكليتيد أر بي سي نفسها النورموبلاست، لو سمعتم عليها النورموبلاست نيوكليتيد أر بي سي نفسها. تمام؟ طب المهم هذه الخلية خلية الأر بي سي إذا شفناها نعدها، بس نعدها كذا الحالة بورقة لحالة، إذا طلع عددها أكثر من 10، طبعاً إحنا صح جالسين نعد لحد 100، إذا طلعت عددها أكثر من 10 وأثناء عملية العد ضروري ما أسوي correction للدبليو بي سي. إيش معنى correction للدبليو بي سي؟ أعمل تصحيح للتوتال دبليو بي سي. إيش معنى التوتال دبليو بي سي؟ يعني إجمالي عدد كريات الدم البيضاء. ليش؟ لأن خاصة إذا إحنا معنا جهاز السي بي سي، لأنه جهاز السي بي سي يروح يعد لنا النيوكليتيد آر بي سي إنها لينفوسايت. متى اكتشف انه اساسا الموجود ليمفوسايت؟ لما اجي اسوي البلد فيلم هذا، فضروري جدا انه بعد ما اسوي البلد فيلم وجيت اسوي عمليه تفريغ شفت النيوكليتيد ار بي سي وطلعت قيمتها اكثر من 10، اعمل كوركشن لمن؟ للدبليو بي سي. كيف اسوي الكوركشن هذا؟ في معي قانون، القانون هذا ايش يقول؟ انه الكوركتد دبليو بي سي يساوي التوتال دبليو بي سي كونت اضربه في 100 وأقسم على عدد النيوكليتيد آر بي سي وأضيفه للمية. طبعاً التوتال دبليو بي سي هذا كيف أطلعها؟ يما بيطلع الجهاز نفسه جهاز السي بي سي موجود معي، أو شغل المانوال إذا ما فيش معي جهاز السي بي سي، في معنا الشغل المانوال اللي هو باستخدام الشمبر، طلع لي عدد دبليو بي سي بشكل عام كم عددها. مثلاً قلت لكم هنا مثال إنه التوتال دبليو بي سي طلع 12000، طلعت 12000. إيش معنى 12000؟ طبعاً النورمال من 4 إلى 11، 12000 يعني يعتبر مرتفع شوية. المهم ونيوكليتيد آر بي سي طلعت 20%، أجي أطبق القانون التوتال دبليو بي سي كم؟ 12000 صح؟ أكتب 12000 نضرب في 100 وأقسم على 20 اللي هي من ال 20 هذه؟ عدد النيوكليتيد آر بي سي وأضيفه لل 100. المهم لما أجي أضرب أقسم هذه يطلع لي كم؟ 10000.
يعني من 12000 لكام لل10000، يعني ال 2000 هذه كانت عباره عن ايش؟ نيوكليتد ار بي سي. لذلك بعد ما عملت تصحيح اكتب القيمه دي 10. طبعا عاده الدبليو بي سي ما نكتبش للطبيب 10000 بالصوره دي، نكتب له زي كذا 10 في 10 اس 9 لكل لتر، يعني مع الوحده حق الدبليو بي سي. تمام. طيب المهم انه لما اجي اكتب النتيجه بعد ما اكتب له 10 في 10 اس 9 لكل لتر، ضروري بعدها اكتب كلمه افتر كوركشن، يعني بعد عملية التصحيح زي كذا. شوفوا هذا التقرير، في التقرير هذا ركزوا معي، نروح لعند الـ RBC. شوفوا الريبورت، الريبورت حق الـ RBC كاتب ميكروسيتك هايبوكروميك سيكل سيل، سيكل سيل تارجت سيل شيستوسايت فيرجمنتد RBC، وهنا كاتب انه النورمال بلس عددها 44%. ايش معناته 44؟ يعني مرة كبير، لانه نورمال اذا هو ادلت الى 1.5 أو إلى 2.5 إذا هي فيميل، أو إلى 7% إذا هو نيو بورن، لكن هنا إيش يعتبر 44؟ معناته إنه العدد مرة كبير. راح طبعاً عمل كوركشن لمن الـ WBC، إيش كتب في التقرير؟ إنه محل التوتال WBC كتب أفتر كوركشن 23.6، يعني والنورمال من 4 إلى كم؟ لا 10، معناته إنه في زيادة مرة كبيرة، يعني 23 كمان تعتبر زيادة. معناته انه قبل الكوركشن كانت كمان الزياده اعلى من كذا. فهمتم الفكره كيف؟ طبعا احنا لما نيجي نكتب للمريض عفوا للطبيب بالتقرير انه في نورمال بلس عددها كذا كذا، وانه ال WBC بعد الكوركشن عددها كذا كذا، على طول بيعرف انه كان في نورمال بلس. يعني حتى لو ما كتبناش في التقرير انه في نورمال بلس، كتبنا بس عند التوتال WBC انه في عددها 23 افتر كوركشن، الطبيب من نفسه بيفهم انه حصل تصحيح لأنه في نورموبلاست. تمام. طيب الآن إحنا يعني كملتوا يعني كلمتكم بس عن الديفرنشال كونت اللي هو العد التفريقي. طيب الآن كمان نعمل تقييم من خلال البلد فيلم. ركزوا معي لحد الآن أنتم بالبلد فيلم، أنتم الآن فوق جهاز، تخيلوا أنفسكم كذا فوق جهاز الميكروسكوب والشريحة إيش موجودة معاكم، وأنتم جالسين تعدوا من؟ تعدوا الدبليو بي سي. وانتم جالسين تعدوا اثناء عمليه العد نعمل تقييم لمن؟ للارثروسايت للار بي سي. كيف اعمل للار بي سي تقييم؟ يعني اقيمها من حيث السايز، الشيب، الاماونت اوف هيموجلوبين، هل في اماتشر ار بي سي ولا لا، هل في انكلوجن باديز ولا لا، هل في باراسايت ولا لا. هذا كلهم اثناء عمليه العد ضروري ما اخذها بعين الاعتبار، طبعا لانه هذه طبعا مهم جدا التقييم الار بي سي، علشان هو موضوعنا الاساسي اللي هو موضوع الانيميا. تمام، ضروري نركز عليها. طبعا كل واحده من دي بنفصلها لحالها. اول حاجه ببدا بما اللي هي الارثروسايت ايفالويشن اللي هي تقييم كريات الدم الحمراء. زي ما اتفقنا انه متى اقيم الار بي سي وانا جالسه اعد عدد الدبليو بي سي. طبعا اول حاجه ببدا بالسايز اوف ار بي سي، طبعا فين بالبلد فين اشوف الحجم. طبعا في معي طبعا الحجم، يعني اشوف كيف حجم الخلايا، هل هي نورموسيتك؟ الان هذا الشكل الطبيعي لمن الار بي سي، هل هي نورموسيتك، هل هي ماكروسيتك يعني حجمها كبير، هل هي ميكروسيتك. طبعا من هو الفحص اللي بيساعدني انه في خلايا صغيره خلايا كبيره؟ اللي هو فحص الام سي في، صح اللي قلنا عليه من قبل، الام سي في اللي هو متوسط حجم الخليه اللي من خلاله يحدد لي هل الخليه بتكون كبيره ولا صغيره، بس هذا يجيب لي قيمه، لكن البلد فيلم يوريني شكلها. لذلك لابد من وجود توافق ما بين قيم الام سي في مع البلد فيلم. يعني اذا انا شفت الام سي في منخفضه اشوف احاول ابحث عن خلايا حجمها صغير. طبعا هو طبعا بالاخير يعتمد على الـ على على القيمه، يعني مثلا اذا الانخفاض بسيط للام سي في ممكن اشوف خلايا حجمها طبيعيه، لكن اذا الانخفاض قوي اشوف الميكروسيتيك. تمام. طيب اذا زي ما شوف لما تشوفوا الفيلم هذا، طبعا هنا هذه الخليه تعتبر الخليه الطبيعيه. تمام. هو طبعا هذا يجي مع الاكسبيرينس، يعني الان تقول لي دكتوره كيف نعرف؟ بقول لكم هذا يجي مع الاكسبيرينس. انت لما تيجي تتعود، لما تيجي تتعود عن الأحجام، عن الأحجام الطبيعية والأشكال الطبيعية للآر بي سي لفترة، بعدين تبدأ تشوف الأشكال الغير طبيعية تقدر تفرق. هذا الآن الحجم الطبيعي للآر بي سي، أخذ الخلية هذه أشوف هل في خلية أكبر منها ولا خلية أصغر منها.
إذا في خلايا أصغر من نشف الجنب، هذه أصغر منها بشوية، وهذه أصغر بكثير، وهذه أصغر من دي، وهذه أكبر منها، معناته الآن إيش في؟ في خلايا حجمها صغيرة، في خلايا حجمها كبيرة. يعني إذا الحجم الكبير إيش؟ مايكروسيتيك. إذا لما أشوفها أكتبها في التقرير، وهذه الصغيرة أكتبها في التقرير شفتها إنه في ميكروسيتيك. النورموسيتيك طبعاً إحنا ما نكتبهاش، إحنا نركز أكثر شيء عن الأبنورمال، الحاجات اللي هي مش طبيعية. طبعاً الاختلاف في الأشكال والأحجام تسمى إيش؟ أنايسوسايتس. هذه المصطلحات ضروري نحفظها. إذا كان في اختلاف في الأشكال والأحجام تبع الأر بي سي، نسجل كمان المصطلح هذا أنايسوسايتوسيس. طبعاً شوفوا الآن الدبليو بي سي خلاص نسوها الآن، كله اللي بتكلم عليه أر بي سي، تمام؟ لا تلخبطوش، لأنه كثير طلاب يقول يا دكتور الأر بي سي هل نعدها ولا ما نعدهاش؟ ما فيش حاجة اسمها عد للأر بي سي. الأر بي سي نعملها فقط إيفالويشن، تقييم، ما فيش حاجة اسمها أعد. العد بس للدبليو بي سي، وفي خلية واحدة بس نعدها الأر بي سي اللي هي النيوكليتد أر بي سي فقط، غير كذا لا. طيب خلاص عرفنا السايز، نجي على الشيب أوف أر بي سي. كمان وإحنا جالسين كذا نعد نركز على الشيب، أشكال الأر بي سي الغير طبيعية. طبعا انتم عارفين الار بي سي الطبيعيه كيف يكون شكلها، تكون روندد دائريه تحتوي على السنترال بلر، والسايز حقها من 6 الى 8 ميكرومتر، تمام؟ طيب اذا تكون شكلها دائري، مثلا الان كريه دم حمراء دائريه تحتوي على السنترال بلر، هذا الشكل الطبيعي للار بي سي. الاشكال الغير طبيعيه للار بي سي بالجدول هذا موجود معكم الان، جدول سجل لكم الاشكال الغير طبيعيه للار بي سي والأحجام، وإيش الحالات المرضية اللي تتواجد في بها هذه الخلية. طبعاً هذا إحنا كمخبرين ضروري الأشكال هذه الغير طبيعية نحفظها، ونحفظ الديسكريبشن حقها، الوصف والحالة المرضية، تمام؟ ضروري، لأن عشان لما أجي يعني أقرأ البلد فيلم وأعمل ريبورت أكون حافظة للأشكال هذه. مثلاً هنا في مع المؤشر عليها بالسهم في معنى خلية التارجت سيل، شكلها يكون زي كده. إيش الحالة المرضية اللي تتواجد في بعد التارجت؟ اللي هي الثلاسيميا، سيكل سيل أنيميا، أيرون ديفشنسي أنيميا، هذول حالات مرضية تتواجد في بعد التارجت سيل. طبعاً في حالات مرضية ثانية زي الرينال ديزيز، الليبر ديزيز، ممكن كمان أشوف في بعد التارجت سيل، بس أنا أكثر شيء بركز على حالة الأنيميا اللي هو موضوعنا، تمام؟ في كمان هنا الخلية هذه تسمى أكانثوسايت، وهذول الحالات المرضية اللي تتواجد في بعد البلستر سيل، أكثر شيء تتواجد فين؟ في الجي 6 بي دي ديفشنسي، وشكلها زي كذا المؤشر عليهم بالسهم، تمام؟ هذول الأشكال الغير طبيعية للآر بي سي، لما أشوفهم إيش أسوي؟ أعدهم؟ لا، ما أعدش. إيش أعمل؟ أكتبهم، أكتب في التقرير شفتوا تارجت سيل، شفتوا أكانثوسايت، شفتوا بلستر سيل، التقرير اللي وريته لكم قبل المسجل في دبليو بي سي آر بي سي بلاتلتس. كمان من الأشكال الغير طبيعية اللي بشوفها تير دروب، اللي هي شكلها زي الدمعة، اللي هي السيكل، السيكل إذا شفناه كمان سجلها في التقرير، اللي تتواجد بس في حالة السيكل سيل أنيميا، لكن التير ممكن نشوفها في حالة الأيرون، ممكن نشوفها في حالة الميجالو، ممكن نشوفها في حالة الثلاسيميا. والخلية هذه اللي تسمى هذه يما نسميها إيكاينوسايت، يما نسميها كرينيتد سيل، يما نسميها بور سيل، وهذه تتواجد في الليفر ديزيز، الرينال ديزيز، السيفير بورنز. وكمان من ضمن الأشكال الأر بي سي الغير طبيعي ممكن نشوفها اللي هي الخلية البيضاوية، البنسل سيل، شكلها زي كذا. طبعا في فرق ما بين البنسل والفالوسايت، ضروري نفرق بينهم. كيف نفرق بينهم؟ شوفوها الفالوسايت، الخلية البيضاوية تكون بالوسط عريضة، تكون مدببة، مدببة الأطراف، وكمان بالوسط تكون عريض، لكن هذه تكون أطول، وبنفس الوقت تكون نحيفة يعني مش عريضة، تمام؟ بايش بالحاله المرضيه نشوف البنسل؟ الايرون ديفشنس انيميا، والليبتو هيرديتري الليبتوسايتوسيس، ثلاسيميا، سيكل سيل، ايرون ديفشنسي، ميجالوبلاستيك. وهنا في معانا الخليه تسمى بشيستوسايت، هذا اللي مؤشر عليها بالسهم، كمان هذه هذا الكولوم تسمى شيستوسايت فرجمنتد ار بي سي، وهذه الحالات المرضيه تتواجد في بها. هذه كمان السفيروسايت، اللي هي خليه تكون دائريه، والسنترال بالر حقها تكون ايش؟ مش موجودة حق الـ RBC. هذول الحالات المرضية اللي تتواجد في بها، من ضمنها البوست ترانسفيوجن، يعني بعد عملية نقل الدم ممكن أشوف السفيروسايت.
كمان الستوماتوسايت اللي الخلية اللي إحنا نسميها الخلية المبتسمة اللي هي شكلها زي إيش فم السمكة. طبعا الخلية هذه كمان إذا شفناها نسجلها في التقرير، وهذه الحالات المرضية اللي تتواجد في بها. كمان هذا شكل الرولاكس، هذا الآن يسمى رولاكس فورميشن، هذا إذا شفناها كمان نسجله في التقرير. طبعا هنا بس في معي ملاحظة، صحيح إحنا لما نيجي نعمل العد التفريقي نسويها في منطقة التيل في طرف اللسان، وإحنا قلنا ليش؟ ليش أثناء ما نعمل أثناء ما ندرس البلدفيل ندرس في منطقة التيل لا في البودي ولا في الهيد، وإنما فين؟ في التيل. ليش؟ لأنه كرية الدم الحمراء تكون متفرقة تمام؟ مش متكدسة، وبالتالي أقدر أدرس أشكال الخلايا. لكن الرولاكس هذا إذا شفتوها في منطقة التيل أسجلها، لكن إذا شفتوها في منطقة البودي وفي منطقة الهيد ما سجلهاش في التقرير، لأنه وجودها يعتبر طبيعي نتيجة إيش؟ تزاحم الأر بي سي وتكدسها. إيش الحالة المرضية اللي تتواجد في بارولاكس؟ ما لهاش علاقة بالأنيميا، زي حالة مالتيبل ميلوما، يعني زيادة البلازما سيل، الأبنورمال بلازما سيل، في حالة لما يرتفع الـ ACR، كمان في حالة البوليسيثيميا، الأوتو أميون كونديشن. في كمان الخلية اللي هنا اللي تشوفوها، هذه تسمى هيلمت أور هورن سيل، اللي هي شكلها زي البوق. هذه كمان إذا شفناها نسجلها في التقرير. تتواجد في حالة الـ G6PD ديفيشنسي. إذا لحد الآن إحنا إيش سوينا؟ عملنا يعني ما يخص الـ RBC، عرفنا إنه إذا كان في خلايا صغيرة ميكروسيتيك ولا خلايا كبيرة ولا خلية طبيعية نسجلها في التقرير. الآن ودخلنا الآن على الشيب، الأشكال الغير طبيعية للـ RBC، لما أشوفها كمان أسجلها في التقرير. إذا شفتوا أكثر من شكل في البلد فيلم، أكثر من شكل غير طبيعي للـ RBC تسمى الحالة بايكروسيتوسيس. طبعا هذول المصطلحات نسجلها في التقرير انه في بايكروسيتوسيس. طيب اذا شفتوا في اختلاف في الاحجام، يعني في خلايا كبيره وخلايا صغيره، في كمان اختلاف في الاشكال، في سيكل سيل، في تارجت سيل، في تير سيل، في بين سيل سيل، اكتب المصطلح هذا انايسو بايكروسيتوسيس. خلاص لحد الان في ثلاثة مصطلحات ضروري احفظها، انايسوسيتوسيس اختلاف في الاحجام، بايكروسيتوسيس اختلاف في الاشكال، أنايسو بايكروسيتوسيس اختلاف في الأشكال والأحجام اللي هذه. تمام، هذول المصطلحات كمان مهمة نكتبها صح وننطقها صح نحفظها صح، كل شيء الشيء يعني يكون كويس. طيب رقم ثلاثة من ضمن الإيفالويشن أوف آر بي سي اللي هي الأمونت أوف هيموجلوبين، يعني كمان نركز على كمية الهيموجلوبين، يعني ممكن من خلال الشريحة أركز على كمية الهيموجلوبين. الحين هذا الموجود قدامكم اللي هي الار بي سي الطبيعية، تكون روندد، تحتوي على السنترال بلر. سنترال بلر هذا اللي هو يعني دائرة كذا موجودة في الوسط بس ما تكونش متسعة، يعني هذه الشكل الطبيعي تكون زي كذا. كل ما اتسعت المنطقة هذه بالوسط كل ما جاب الانديكيشن انه في انخفاض في الصبغة، في هايبوكروميك. تمام، زي هنا مثلا شوفوا الهيموجلوبين راح فين، واول لون الوردي راح لفين؟ للاطراف، والسنتر البلر اتسع، اللون الابيض الموجود في الوسط اتسع، معناته انه في هايبوكروميك. السيفير لما يكون بس موجود في الطرف، بعد يكون اللون الوردي او الهيموجلوبين هذا مش موجود بالمره، يعني هذا في سيفير هايبوكروميك، معناته ان الصبغه منخفضه. ايش هو الفحص اللي يربط لي ما بين الشريحه وما بين انخفاض في الصبغه؟ اللي هو الام سي اتش، صح زي ما قلنا من قبل، الام سي اتش من 27 الى 32 بايكوغرام معناته انه نورموكروميك، يعني ضروري اشوف فين، ضروري لما اجي اشوف الشريحه انه في نورموكروميك. لكن اذا طلعت الام سي اتش اقل من 27 معناته انه ضروري اشوف في الشريحه في هايبوكروميك، زي ما قلنا انه ضروري يكون في توافق ما بين النتائج اللي تطلع من الجهاز ما بين الباد فيل. بس اذا كان الانخفاض بسيط، لا، اذا هي مثلا 27 طلعت 26 25 ممكن اشوف نورموكروميك. تمام، انا اشوف نورموكروميك، لكن لما يكون الانخفاض قوي في الام سي اتش اشوف الهايبوكروميك ايش قويه. طيب وكمان اثناء عمليه تقييم الار بي سي نركز على الاماتشور ار بي سي، كريات الدم الحمراء ليش الغير ناضجه، اللي هي النورموبلاست اللي تكلمنا عليها، اللي تسمى بان نورموبلاست او النيوكليتد ار بي سي اللي قلنا عليها، إذا عديناها وطلعت أكثر من 10 أعمل كوركشن للـ WBC.
كمان أشوف إذا في بوليكروماتكس لهذه الخلية، يكون حجمها كبير واللون حقها إيش؟ أزرق باهت. هذه الخلية تسمى بوليكروماتكس، تمام؟ تظهر أكثر شيء في حالة الهيموليتك أنيميا. طبعاً هذه البوليكروماتكس اللي لونها أزرق باهت إذا شفناها بأعداد كثيرة، تمام؟ وجيت أخذ من عينة المريض وسويت له فحص الريتكس، بيطلع معي ريتيكولوسايت. يعني البوليكروماتكس هذه في صبغة الجيمس ستين تسمى بوليكروماتيك، في صبغة النيو ميثيلين بلو اللي هي صبغة ريتكس تسمى تظهر لنا الريتيكولوسايت، اللي هي هذيك اللي تكون في بكرية الدم الحمراء الخضراء وداخلتها اللون الأزرق في هذه. طيب كمان نركز على الانكليوشن بوديز. طبعا الانكليوشن بوديز اللي هي بقى ايش معنى انكليوشن بوديز؟ معناته انه في يعني حبيبات او جسيمات تكون موجوده كذا داخل الار بي سي، وجودها اساسا مش طبيعي. زي من؟ زي البازوفليك ستيبلينج. طبعا في الجدول هذا كاتب لكم كمان الابنورمال ار بي سي ووصف الخليه وشكلها كيف والحالات المرضيه اللي تتواجد في بها. طبعا البازوفيليك ستيبلينج اللي هو هذا عباره عن نقاط كذا تظهر باللون الازرق داخل الار بي سي، داخل السيت بلس حق الار بي سي. لما نشوف هذه معناته بازوفيليك ستيبلينج. طبعا هي عباره عن ايش؟ هي عباره عن اجريجيتس اوف ريبوزوم تتواجد في حاله الليد بوزينج الثلاسيميا الميجالوبليستيك انيميا. لو سمعتم عن الهول جولي بودي، طبعا الهول جولي بودي عباره عن كريه دم حمراء يكون داخلتها في كذا نقطه تظهر لنا باللون الأزرق، هذه تصبغ بالصبغة العادية اللي هي الجمسة. طبعا هذه لما عبارة عن إيش؟ عبارة عن بقايا من الدي إن إيه توجد في حالة الميجالوبلاستيك أنيميا والسيكل سيل والثلاسيميا، طبعا في حالة السيفير، في حالة السيفير أشوفها. طيب في معانا هنا الهينز بادي، إيش معنى الهينز بادي؟ هو عبارة عن دي ناتيوريتد هيموجلوبين، عبارة عن هيموجلوبين حصل له تحلل. طبعا هذا علشان يظهر ما يظهرش بالصبغة العادية اللي هي صبغة الجمسة، يظهر بصبغة، شفتوا بصبغة الريتكس اللي تكلمنا عليها اللي تصبغ الار بي سي باللون الاخضر، هي نفسها اللي هي صبغة الريتكس هذه تسمى النيو ميثيلين بلو. هذه الصبغة اللي تصبغ لنا كرية الدم الحمراء باللون الاخضر، بعدين اذا الهينز بودي موجود يظهر لنا بهذا الشكل. هذا الان معكم الهينز بودي كذا في بقعة تظهر لنا باللون الازرق الباهت زي كذا، هذا الان هينز بودي. لكن هذا الشيء هذا ريتكس، هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن حبيبات واخذ اللون الأزرق منتشرة داخل السيتوبلازم حق الـ RBC. إذا في فرق ما بين الخلية هذه والخلية هذه، هذه عبارة عن ريتيكولوسايت واللي هي عبارة عن ريمننت أوف RNA، بقايا من الـ RNA، لكن هذه تعتبر الـ هي تكون يعني هكذا تتجمع بجهة واحدة، هذه عبارة عن هيموجلوبين متحلل. بإيش من حالة نشوفها؟ بحالتين بس، الثلاسيميا والجي 6 بي دي. طبعا احنا لما نيجي نحفظ الحالات المرضيه اللي تتواجد في بها كل خليه، هذه مهمه جدا تسهل في عمليه التشخيص، وكمان تسهل يعني عشان نقرب اكثر الى ايش سبب الانيميا ونوع الانيميا الموجوده، تعتبر انديكيشن مؤشرات، تمام. كمان الكابوترينج، طبعا هذا الكابوترينج نادرا ما نشوفها، كذا يطلع خط داخل الار بي سي، وهو عباره عن بقايا من النيوكلير ممبرين، بقايا من الغشاء النووي توجد في حاله السيفير ميجالوبلاستيك انيميا والليد بوزنينج. في حاجه تسمى بالبابنهايمر بوديز، البابنهايمر بوديز هذا عباره عن ايش؟ عباره عن ايرون اللي تظهر كذا الحويبه هذه الزرقاء اللي تشوفوها، هي طبعا الخليه كامل تسمى نورموبلاست اللي هي الإرثروبلاست، يعني كرية دم حمراء في بها نواة، بس النقاط الزرقاء هذه اللي تشوفها حول النواة هذه تسمى بابنهايمر بدي أو تسمى سيدروتيك جرانيولز. إيش معنى سيدروتيك جرانيولز؟ عبارة عن حبيبات تحتوي على الحديد تصبغ بصبغة خاصة، يعني علشان أطلع الحديد في صبغة خاصة للحديد تسمى بيرلس ستين، تصبغ للحديد لون ليش لازم تتواجد في حتى السيدروبلاستيك يعني. وهذه الريتكس اللي كلمتكم عليه، تمام؟ طبعا انا عدتوها تعتبر من الانكليوشن بوديز، تعتبر زي ما قلنا اماتشر ار بي سي تصبغ بصبغه ثانيه مثلين بلو تتواجد في حاله الهيمولايتيك انيميا والرابيد بلاد لوس. كمان من ضمن الايفالويشن للار بي سي اركز اذا كان في باراسايت، يعني وانا جالسه اعد الدبليو بي سي وركزت على حجم الار بي سي، وركزت كمان على من على اشكال الار بي سي،
على صبغة الهيموجلوبين كيف، كمان على الانتريجين بدي هل هي موجودة ولا لا، والباراسايت إذا كان موجود طفيل الملاريا كمان أسجله في التقرير. طبعا مش بس الملاريا، في كمان ميكروفلاريا، في معنى البيبسيا، في يعني براسات ممكن تتواجد في البلود فيلم. تمام. طيب لحد الآن شوفوا أنا جالسة أتكلم عن البلود فيلم، يعني كيف أكتب تقرير عن البلود فيلم. نجي كملنا الديفرنشال كونت وعملنا تقييم للار بي سي، الآن نجي على التوتال دبليو بي سي. إيش معنى التوتال دبليو بي سي؟ معناته من خلال البلود فيلم أقدر أطلع التوتال دبليو بي سي بس باستخدام العدسة 40. طبعا هنا كيف أطلع التوتال دبليو بي سي؟ مثلا أروح لمنطقة التيل اللي قلنا عليها يعني دي طرف البلود فيلم هذا، وأختار من 5 إلى 10 حقول. تمام. الحقل طبعا كل دائرة تشوفها في الميكروسكوب هذا يسمى حقل. أخذ مثلا 5 حقول، أشوف بالحقل الأول كم في دبليو بي سي وأعدها. طبعا بغض النظر هل هي نيتروفيل ولا إيزينوفيل ولا بازوفيل، أهم حاجة أي دبليو بي سي أشوفها بالحقل الأول أعدها، الحقل الثاني أعدها، الحقل الثالث أعدها، المهم في 5 حقول. بعدين العدد اللي بيطلع معي أقسمه قسمة كم؟ قسمة 5، يعني قسمة الحقول اللي عديتها، وأضربها في 1000. طبعا هذا يجيب لي بالميكروليتر. تمام. القيمة ذي عفوا القانون هذا يجيب لي دبليو بي سي بالميكروليتر. يعني مثلا إذا طلعت دبليو بي سي 30 خلية في 5 الحقول، أروح أقسم 30 قسمة 5 كم بيطلع؟ 6 صح؟ 6 هذا ضربها في 1000 كم بيطلع؟ 6000. النورمال رينج حق الدبليو بي سي من كم إلى كم؟ من 4000 إلى 11000، يعتبر إيش؟ نورمال. بس طبعا الطريقة هذه ما تعتبرش طريقة دقيقة، فلذلك علشان نطلع التوتال دبليو بي سي يا مستخدم الجهاز السي بي سي أو المانوال باستخدام الشمبر. لكن متى استخدموا ذي الطريقة؟ من باب التأكيد، مثلا السي بي سي طلع دبليو بي سي مرتفع ولا منخفض، أو باستخدام الشمبر طلع مرتفع ولا منخفض. بالحالة ذي عشان أتأكد أروح للبلد فيل، بس ما يعتبرش دقيق. طيب طبعا النورمال رينج انا مسجل لكم هنا حق الدبليو بي سي، انه في حاله النيو بورن يختلف عن حاله الادلت. في النيو بورن يكون من 9 إلى 10. طبعا عفوا هنا في غلطه انه تكتبوا ضرب، يعني بعد 30 هنا ضرب يعني في 10 استحسان لكل لتر. تمام. ايش تلاحظون؟ الدبليو بي سي في النيو بورن تكون مره مرتفعه، والارتفاع يعتبر طبيعي، والاعمارهم من 1 إلى 6 سنين، من 5 إلى 19 في 10 أس 9 لكل لتر، والأدلت من 4000 إلى 11000 في 10 أس 9 لكل لتر. طبعاً إذا طلعت تلقنا في حدود النورمال، الآن أنا بتكلم عن النورمال رينج حق الأدلت، إذا طلعت القيمة في حدود النورمال رينج أكتب في التقرير حق الـ WBC إنه نورمال، يعني إذا طلعت ما بين 4 إلى 11000. إذا طلعت القيمة أكثر من 11، يعني أكثر من 11000، نكتب في التقرير تبع دبليو بي سي انه في ليكوسايتوسيس. اذا طلعت القيمه اقل من 4، يعني اقل من 4000، اقول انه في ليكوسايتوبينيا، في انخفاض في دبليو بي سي. تمام. وكمان هذول المصطلحات نحفظها اللي هي تبع ليكوسايتوسيس، ليكوسايتوبينيا. طيب نجي على البلاتليت ايفالويشن، كيف اعمل تقييم للبلاتليتس للصفائح الدمويه. طبعا الصفائح الدمويه كمان ممكن أعمل لها عد، ممكن أعدها بالبلد فيلم بس أستخدم العدسة 100 مش بالعدسة 40. تمام. ونفس الفكرة، نفس الفكرة حق دبليو بي سي، مثلا أخذ من 5 حقول أعد كم في بها كم في بها بلاتلتس، والقيمة اللي بتطلع معي أقسمها قسمة 5 وضربها في 15000، يعني بدل ما أضرب في 1000 لا أضرب في 15000. هذا بس الفرق ما بين الدبليو بي سي. طبعا هذا يطلع لي في الميكروليتر. بعدين احنا نجي نعمل تقييم، يعني نفسر النتيجة. إذا طلعت ما بين 150 إلى 450، طبعا في 10 أس 9 لكل لتر، يعني الوحدة طبعا نفس الدبليو بي سي، معناته نورمال. أكثر من كذا يعني أكثر من 450 تعتبر ثرومبوسيتوسيس، أقل من 150 تعتبر ثرومبوسيتوبينيا. خلاص. طيب كملنا، الآن أنا كملت أشرح لكم كيف نكتب بلاد فيلم بشكل صحيح بشكل سليم، على ايش نركز واحنا جالسين نعد. تمام. مثلا اذا كان البلاد فيلم الموجود معي طبيعي زي هذا اللي هنا طبيعي،
لما نكتب لما نجي نكتب التقرير للار بي سي ايش نكتب؟ طبعا هنا هذول الان يعتبروا الاشكال الاحجام الحجم طبيعي. طبعا لما نجي نكتب في التقرير ركز للار بي سي اول حاجه نركز عن الحجم، هل هي كبيره ولا صغيره ولا ايش ولا طبيعيه. طبعا هذا الحق كامل اللي تشوفوا فيه الار بي سي الموجوده بالحق هذا كامل يعتبر ايش طبيعيه، ما فيش خلايا صغيره. طبعا بتقول يا دكتوره في كذا صغيره شويه وكبيره شويه، بقول لكم لانه اساسا الار بي سي الحجم حقها من 6 الى 8 ميكرومتر، فطبيعي انك تشوف خلايا اصغر شويه واكبر شويه. تمام، المهم الشكل هذا الان احنا متعودين عليه انه الاحجام طبيعيه للار بي سي، لذلك نكتب ايش نورموسيتيك حجم طبيعي. طب نجي على الصبغه. طبعا بالنسبه للصبغه هذه الان السنترال بلر اللي هو البقعه البيضاء هذه اللي تشوفها بالوسط مش متسعه، هذا الان يعتبر طبيعي، لذلك نكتب ايش انه في نورموكروميك. طب نجي على الدبليو بي سي. طبعا انا عديت سويت ديفرنشال كونت وسويت التوتال دبليو بي سي طلع نورمال، ايش اكتب في التقرير؟ اكتب دبليو بي سي نورمال كونت اند مورفولوجي، يعني كان العدد طبيعي وكمان الاشكال طبيعيه. بالنسبه للبلاتلتس اذا عديته وطلع طبيعي واشكالها طبيعيه بكتب كمان يما ادكوت او اكتب نورمال ان كونت اند مورفولوجي. طيب شوفوا الحق هذا اللي تحته، طبعا هذا هنا نبدا نشوف حجم. دائما هكذا لما نيجي نكتب التقرير للار بي سي نبدا بالحجم، بعدين بالصبغه، بعدين بالاشكال الغير طبيعيه اللي شفتوها، بعدين اكتب مصطلحات. طيب هنا مثلا شوفوا هذا الان الحجم الطبيعي لمن؟ للار بي سي. هذا الحجم الطبيعي للار بي سي، في خلايا اكبر منها، شوفوا هذه اكبر من دي وهذه اكبر من دي، صح؟ لذلك في معنى ماكروسيتيك، اكتب انه في خلايا حجمها كبير ماكروسيتيك. بالنسبه للصبغه هنا شوفوا الصبغه تعتبر الان طبيعيه، يعني انه السنترال بلر حق الار بي سي مش متسع، لذلك اكتب نورموكروميك. طيب الان نجي ندور عن الاشكال الغير طبيعيه للار بي سي، هنا ما فيش اشكال غير طبيعيه للار بي سي كلهم طبيعيين. ايش ترجيسل؟ اكتب انه في ترجيسل، متى اكتبها؟ بعد كلمه بعد ما قيمت وقلت في ترجيسل اكتبها، في سيكل اكتبها سيكل، كمان في معينه الاوفالوسايت اللي هذه الاوفالوسايت كمان اكتبها اللي هي الالكتروسايت، يعني نقول الالكتروسايت بينهم. طبعا الالكتروسايت الخليه البيضاويه، يعني اسم القائم للالكتروسايت بس الفرق يعني. طيب كمان اذا شفت البولي كروماتيك سيل هذه الان تسمى بولي كروماتيك سيل، لو تتذكروا اللي شرحتوها لكم انه اثناء عمليه العد اذا شفنا كريه دم بيض حمراء غير ناضجه اللي هم حاجتين الغير ناضجه، اما نورما بلس يا يعني بولي كروماتيك. هذه البولي كروماتيك عباره عن كريه دم حمراء غير ناضجه تاخذ اللون البيل بلو اللون الازرق الباهت. طبعا لما نسجلها في التقرير اذا سجلنا الحجم، طبعا الحجم الطبيعي ما فيش داعي نكتبه، نكتب الحجم الغير طبيعي بس ماكروسيتيك، الصبغه نورموكرومي، والاشكال الغير طبيعيه للار بي سي. طيب طبعا الاحجام مختلفه في اشكال مختلفه، ايش نختم مصطلح؟ صح في معنى ثلاثه مصطلحات، انايسوسيتوسيس، بايكروسيتوسيس، انايسوبايكروسيتوسيس، اختار هذا انايسوبايكروسيتوسيس بعدين نكتبها. يعني هذا صلح دائما نحط في البدايه، بس انا ما بحطوش بالبدايه الا بعد ما اشوف الحاجات اللي وراها. خلاص كيف نكتب تقرير عن البلد فيلم علمتوكم كيف، بس اهم حاجه الواحد ايش يعمل؟ يحفظ الاشكال الطبيعيه للدبليو بي سي والاشكال الغير طبيعيه للدبليو بي سي، الشكل الطبيعي للار بي سي والاشكال الغير طبيعيه للدبليو بي سي، هذه ضروري ومهمه. طيب بس لحظة شوية،
بيزك يعني حاجات كذا أساسية ومعلومات معلومات عامة. طبعا بنبدأ أول نوع تذكروا لما جينا نقسم الأنيميا على حسب الـ MCV والـ MCH من ضمن الأقسام حقها اللي هي الميكروسيت هايبوكروميك أنيميا طبعا والأمثلة لها اللي هي الأيرون ديفيشنسي والأنيميا في كرونيك ديزيز والثلاسيميا والسيكسيكا والليد بوزنينج. طيب يعني بالحالة هؤلاء بها ميكروسيتيك أحجام صغيرة في الـ RBC وهايبوكروميك والصبغات تكون إيش؟ تكون منخفضة. طبعا أنا بشرح لكم حالة تكيومك كومن ديفيشن أنيميا. طبعا الأيرون ديفيشنسي أنيميا الحالة هذه الموضوع الأساسي معناته إنه أتكلم عن الستيج رقم 5 على شخص هذا يعني المريض يوصل للمرحلة رقم 5 في معنى عدة مراحل. طبعا المرحلة ما قبل مراحل الأيرون ديفيشنسي في معنى 5 مراحل. أول مرحلة طبعا بيش تتميز إنه البون مارو الأيرون ستور الموجود في البون مارو يحصلها ديجريز. طبعا الهيموغلوبين يعني المرحلة الأولى يتم أولا إنزاع الأيرون الموجود في المخازن اللي هي موجودة في البون مارو، لكن الهيموغلوبين يكون طبيعي، يكون عند هذول اللي هم في المرحلة الأول عندهم الهيموغلوبين طبيعي. السيرم أيرون ليفل مستوى السيرم أيرون يكون طبيعي، لكن السيرم فيريتين يكون إيش؟ ناقص. إيش هو الفيريتين؟ طبعا الحديد يخزن داخل جسم الإنسان على فيريتين، تمام؟ ففي المرحلة الأولى تمسك الحديد يخزن الفيريتين، لذلك يقل، يعني يكون الشخص طبيعي سليم ما عندهش أي مشاكل. السيرم أيرون يكون نورمال، لكن إيش؟ الفيريتين يعتبر يبدأ يعني ينقص، تعتبر يعني كأنه ميلد أنيميا. صح، إحنا قسمنا من الأنيميا إلى ميلد ومودريت سيفير، هذه تعتبر ميلد بس يعني ماشي باينة، أو تسمى الحالة هذه لاتنت أيرون ديفيشنسي. إيش معنى لاتنت؟ يعني كامن عاد ما بدأتش تظهر. المرحلة الثانية طبعا تتميز بانه الارثروبايسيس از امبايرد، يعني عمليه التخليق ايش يكون ضعيف. طبعا السيرم ايرون هنا يقل، الترانسفيرين ساتوريشن يقل. طبعا لما اكلمكم عن المرحله مع الحاجه الحالات والحاجات الموجوده في المرحله الثانيه مع الحاله الاولى، يعني في المرحله رقم 2 نشوف الاتش بي طبيعي، لكن السيرم يقل، الترانسفيرين ساتوريشن يقل، كمان السيرم فيريتين يقل. في المرحلة رقم 3 تبدأ الأنيميا تظهر، يعني يبدأ الـ HB يقل، يبدأ لكن الـ RBC appearance يعني شكل الـ RBC وحجمه والصبغة تكون طبيعية، يعني هنا يكون في normocromic لكن الـ HB يعني بدأ يقل شوية وأعراض المرض بدأت تظهر شوية، تمام؟ في المرحلة الرابعة يكون هنا في معانا الـ HB ناقصة. طبعا في ميكروسيتيك هايبوكروميك بالاضافه الى المرحله حق 3، يعني اعراض المرض تبدا تظهر شويه، الهيموجلوبين تبدا تقل، لكن في معنى هنا ميكروسيتيك هايبوكروميك. طيب نكفي في المرحله الخامسه. طبعا في المرحله رقم 5 هي حاله الاشنس انيميا، مرحله السيفير انيميا، يعني انه اعراض طبعا في المرحله هذه كل الحديد الموجود في المخازن تستنزف تماما، يكون الشخص عنده نقص في الاتش بي، نقص في السيرم ايرون، نقص في الفيريتين، يكون عنده ميكروسيتيك بالاضافه الى الساينز اند سيمز، الاعراض تبدا تظهر على المريض المصاب بالايرون ديفشنسي انيميا. انا بشرح لك الايرون ديفشنسي مرحله رقم كم؟ المرحله رقم 5. طبعا المرحله 1 و2 تسمى لاتنت ايرون ديفشنسي. ايش معنى لاتنت؟ زي ما قلنا كامل أعراض الأنيميا ما تظهرش، أعراض الأنيميا تظهر في المرحلة رقم 3. طيب في حالة السيفير، في حالة السيفير كيسز في الأيرون ديفيشنسي أنيميا لما أجي أسوي فحص السي بي سي، طبعا أنا لما بتكلم بالحالات المرضية كامل بكون أتكلم عن اللابراتوري دياجنوسيس، تمام؟ عن الفحوص أقسمها بشرح لكم، أقسمها إلى 3 حاجات: روتين تيست،
وبلاد فيلم ريبورت وكونفتر. تمام، نتفق من الآن إن بكون نتكلم عن ثلاث حاجات: الروتين تيست والبلاد فيلم ريبورت الكونفيرماتوري تيست. روتين تيست معناته ايش؟ فحص السي بي سي. يعني لما اجي اسوي فحص السي بي سي ايش بيطلع؟ الاتش بي والبي سي في والار بي سي ناقصين، الام سي في ناقص، الام سي اتش ناقص، الام سي اتش سي ناقص، الار دي دبليو مرتفع، الريتكس بتكون ناقصه او نورمال، والدبليو بي سي والبلاتلتس يا اما نورمال يا اما هاي على حسب ايش سبب الانيميا. كيف يعني؟ يعني اذا كان سبب الايرون انيميا ريدنج البلاتلتس ترتفع، اذا كان سبب الدبليو بي سي كرونيك بلاد لوس نتيجه باراسايتيك انفكشن الدبليو بي سي هذه ترتفع خاصه الايزينوفي. خلاص. طيب انا ما ادخلش مقطعين، انتم الان المفروض يكون قد في معكم باك جراوند انه ايش علاقه الايرون. حاجه بسيطه ان الايرون يدخل في تخليات اللي هي مشروبين، طالما قل الايرون لان عمليه جلوبين سينثيسيس يقل، وبالتالي يقل على ميتك الخلايا تكون حجمها صغيره للانفشنز. طيب الان انت الان لما اكون هنا برجع احنا الان اكلمكم عشان معكم خلف معكم كيف تقراوها ويعطيكم كذا شويه اسئله ومعلومات عليها. طيب اربي نجي نشوف كانت الحاله ميلد ايرون ديفيشنسي بيكون من نورمتك، يعني الحق بيطلع معانا طبيعي، الهايبوكرومك يقل شوية ميلد، إذا كنا ميلد، لكن إذا كان حالة ميلد في معانا ميكروسيتومك، يعني بس بيكون مع أحجام الخلايا صغيرة وأطلاش منخفضة. الشلون ديفشن سالمي إيش اللي بنشوفه؟ الحالة اللي قدام طبعاً من الخلايا أحجام شوف الخلية حجمها صغير، طبعاً كيف عرفت إنه صغير؟ راح أدور عن خلية طبيعية، شوف الخلية الطبيعية هذه، في خلية صغير منها، هذا صغير منها، هذا صغير منها، هذا من إذا نكتب إيش؟ في ميكسيتوس، زي ما أنا مني أبدأ أكتب إيش؟ الحجم، حجمية، إذا نجي على الصبغة، تشوف السنتر البلد، هل طبيعي؟ نشوف إنه في بقعة بوسعت. الهايبوكروميك. طيب زي ما قلنا نقول حاجة بالحجم، بعدين الآن نجي نشوف الأشكال الطبيعية. إيش أشوف بالحجم؟ هنا في معانا دروب أو التيست قلت الجدول هذاك الطويل، الأشكال الغير طبيعية بيجي ضروري أحفظها علشان لما أجي هذا على طول الأسماء اللي هي دروب. في معانا الخلية اللي هي البيتسل، طبعا الترجت هل هي موجودة هنا؟ الخلايا طبعا مش موجودة، الترجت الخلية الهدية مش موجودة هنا، بس غالبا نشوفها. طبعا احنا لما نيجي نعمل تقييم بالار بي سي مش من حقل واحد، من كم حقول؟ من عدة حقول، صح؟ احنا قلنا لما نيجي نعد الدبليو بي سي واحنا على طريقنا نشيك على الار بي عدة جوانب بس، فهذا بمعنى ان احنا ما نحكمش على ايش؟ على حقل واحد، يعني انه هذه التارجت سيل ممكن تقول تكون موجوده بس بحقل ثاني. خلاص دحين طالما انا شفتوا احجام مختلفه وبمعنى انه في خلايا طبيعيه وخلايا صغيره، اذا في اختلاف بالحجم، وفي اشكال غبيه اذا في اختلاف الاشكال. اكتب انايسوبايكلوسيتوس قلت لكم. طيب الآن الطبيب لما يجي يشوف فحوصات السي بي سي زي ما يشوف إنه البلاد فيلم طالع مع التقرير وفي بنسل سيل، لما يبدأ يشوف البنسل هذا يجيب له مؤشر إنه الحالة إيشي؟ أيرون ديفشنسي أنيميا، بس ما يقررش يقول خلاص أيرون ديفشنسي أنيميا ضروري. ما يوجد بقي بقول لكم الشيء. طبعا الدبليو بي سي يا اما يطلع نورمال او ايزينوفيليا اذا كان سبب الايرون ديفيشنسي باراسيتيك انفكشن زي الهوك وورم او بلاتلتس يا اما نورمال او ميلد ثرومبوسيتوسيس.
زي ما قلنا إن حتى لو طلع في indication في مؤشرات إن الحالة قد تكون iron deficiency anemia ضروري ما يسوي الفحوصات التأكيدية. إيش هذه الفحوصات التأكيدية؟ اللي هي السيرم ايرون، السيرم فريتين، التي اي بي سي، السيرم ترانسفيرين ريسبتورز، برسنتج اوف ترانسفيرين ساتوريشن، وبون مارو اكزامينيشن. طبعا اذا كان الشخص عنده ايرون ديفيشنسي انيميا يكون عنده السيرم ايرون ايش ناقص، طبيعي انه يطلع ناقص، السيرم فريتين يطلع ناقص، التي اي بي سي يطلع ايش، يطلع زائد. ايش هذا التي اي بي سي؟ واختصار لكلمة Total Iron Binding Capacity اللي هي سعة ارتباط الحديد بالترانسفيرين. إيش الترانسفيرين؟ الترانسفيرين هو عبارة عن بروتين يقوم بنقل الحديد، تمام؟ هو الناقل حق من؟ حق الحديد. طيب شوفوا الصورة هذه اللي هنا، هنا في مع الكامل هذا عبارة عن IBC، هذا الأنمي Total Iron Binding Capacity، هذه عبارة عن الحديد، وهذا المكان مش مشبع بالحديد، تمام؟ الايرون في حاله الايرون ديفيشنسي طالما الحديد قليل لذلك الترانسفيرين هذا ما يكونش مشبع في الحديد، لذلك ايش يحصل له؟ يرتفع. كمان المستقبلات حق الترانسفيرين بتكون ايش؟ مرتفعه، لانه اساسا ما فيش حديد، ناقص. طيب تشبع الترانسفيرين بالحديد كيف بيكون؟ قليل، اذا تطلع ايش؟ ناقصه. طيب طبعا البون مارو اكزامينيشن هذا نوت اسينشال، ما يعتبرش فحص أساسي، بس إذا الواحد بيسوي طبعاً بعد ما يأخذ عينة بومارو يصبغها بصبغة البرليسيستين اللي هي صبغة خاصة بالحديد، إيش اللي بيشوفه؟ طبعاً إذا كان الشخص طبيعي عنده حديد يطلع كذا في جرانيولز، في حبيبات، وأخذ اللون الأزرق داخل البومارو زي اللي تشوفوه الآن، هذا في الحالة الطبيعية. في حالة الأيرون ديفيشنسي أنيميا ما يشوفش هذول النقاط أو الحبيبات الزرق داخل البون مارو، تكون سنت. هذه الشيء يعني من ضمن الفحوصات التأكيدية. ترانسفيرن ساتوريشن هذا طلع عملية حسابية، يعني ما فيش خطوات للفحص، إنما عملية حسابية. إذا طلع مع قيمة السيرم أيرون قسمتوها قسمة التي أي بي سي بيطلع من ترانسفيرن ساتوريشن. لحالة الايرون ديفيشنس انيميا، طبعا كيف عرفنا انها ايرون ديفيشنس انيميا؟ بقول لكم كيف. طبعا اول ما نبدا نمسك التقرير نجي نشوف فين الزياده فين النقصان. الاتش بي هنا طاش 6، نورمال من كم؟ طبعا عينه ميل من 13، اذا الاتش بي هنا ناقص، البي سي في هنا ناقصه، الدبليو بي سي هنا ناقصه، اللي هي طبعا النيتروفيل والليمفوسايت والمونوسايت والايزينوفيل هذول طبيعيين. البلاتلتس ايش حاصل هنا؟ مرتفع من النورمال 450. طيب الار بي سي طبعا 3، يعني نعتبرها طبيعي لانه النورمال من 3. ال ام سي في عمليه منخفضه، ال ام سي اتش خفضه، ال ام سي اتش سي طبيعي، الار دي دبليو مرتفعه. طيب تعال نشوف الار بي سي اللي هو الار بي ال ريبورت، صح معناته بالبلد فيلم شاف ميكروسيتيك، لانه هذا تبين لي هل الخليه ايش صغيره ولا كبيره ولا طبيعيه، ذلك بكتب ميكروسيتيك. من بالنسبه للجلوبين طلعت نشوف ايش هاي بكروميك، ما اشوف وكم. اذا زي ما قلنا ان حاجه نبدا اجم بعدين الصبغه، الاشكال غير طبيعيه، يعني لما نشوف البلد فيلم شافوا انه في بين سلسله، في بينسل، في كيرسل، وكتبنا أنايسوسيتوسيس، طبعا مكتوب المفروض اكتبها فوق، تمام؟ أنايسو المفروض كمان مش أنايسوسيتوسيس، أنايسو بايكولوسيتوسيس، لأنه في تير دروب وفي بينسل. هذا تجيب الإنديكيشن إن على هذا عبارة عن إيش؟ حالات أيرون، حالات أيرون ديفيشنسي. طب زي ما قلنا إنه الطبيب ما يحكمش إلا بعد ما ياخذ البيشنت هيستوري والسنسو سبتومز اللي يعاني منها المريض، وكمان النتائج اللابوراتوري تيست، وضروري بعد هذا كله يسوي فحوصات تأكيدية اللي هي ايش؟ سيرم ايرون، سيرم فيريتين، التي اي بي سي، وهكذا. طبعا اللي هي اللابوراتوري دياجنوسيس اللي
هنا في الأنواع المختلفة الميكروسيتيك هيبوكروميك أنيميا، الحالات المختلفة للميكروسيتيك هيبوكروميك أنيميا اللي هي أيرون ديبسي كرونيك انترماليجنانسي، وكمان الثلاسميترايت والسيدروبلاستيك أنيميا. كيف نفرق ما بين هذول الحالات؟ من خلال هذول الفحوصات، تمام؟ ممكن أنتم طبعاً تراجعوها وتشوفوها. طيب تعالوا هنا، كيف نفرق ما بين الحالات المختلفة للميكروسيتيك هيبوكروميك أنيميا؟ طبعاً ما أبدأ أشوف الـ HB ناقص والـ MCV ناقص، معناته إنه إيش؟ الحالة هذه ميكروسيتيك، معناته إنه في ميكروسيتيك، تمام؟ طيب الميكروسيتيك زي ما قلنا في أنواع. أروح إيش أسوي علشان أفرق ما بين الحالات؟ تحرم أيرون سيرم فريتين والتي أي بي سي بالإضافة إلى البلاد فيلم ريبورت. إذا طلع السيرم أيرون السيرم فريتين ناقصين والتي اي بي سي مرتفعة، طول مدة الحالة ايش؟ انيميا. سيرم نورمال انكريز والسيرم فريتين نورمال او انكريز والتي اي بي سي نورمال، معناته ايش بسوي؟ ضروري اسوي فحص للهيمون الكتروفروسيس. اذا طلع طبيعي معناته الحالة غير طبيعي، معناته الحالة ثلاسيميا. الثلاسيميا في ميكروسيتيك هايبوكروميك. طيب السيرم، لانه اشوف هنا في السيرة اذا في حالة الثلاسيميا السيرم ايروني اما نورمال يا اما مرتفع. ليش يطلع مرتفع؟ لان اساسا هذول الاشخاص الاطفال اللي عندهم حالة الثلاسيميا يحصل لهم نقل دم بشكل متكرر. فانت لما تيجي تنقل له 500 مل من البلد، 500 مل من البلد يحتوي من البلد يحتوي على 250 ملي جرام من الايرون. إذا ما ياخذش العلاجات اللي تعمل على إزالة الحديد، هذا الحديد بيروح تتراكم داخل الجسم، لذلك الحديد ترتفع في السيرم أيرون. كمان مخازن الحديد تكون مليانة هذه الفريتين بك تزيد. طيب إذا طلعت نورمال أور ديجريز واللي هي السيرم أيرون والسيرم فريتين طلع نورمال أو إنكريز والتي أي بي سي نورمال أور ديجريز، أروح أسوي هيموجلوبين إلكتروفوريسيس. إذا طلع نورمال معناته الحالة هذه إيش؟ أنيميا أوف كرونيك ديزيز اللي سببها يا إما كرونيك إنفلاميشن أو مالجنانت ديزيز. خلاص، طبعا هذا الجدول اللي هي يعني نفس المعلومات الموجودة هنا، بس هنا مضاف لهم مضاف هذه حالة السيدروبلاستيك أنيميا. يعني تشوفوا كيف النواة الناتج يطلع مختلف. طبعا الـ MCV والـ MCH في كل الحالات طالما الحالة ميكروسيتيك هيبوكروميك بيكون ايش؟ ديجريزد، تمام؟ السيرم ايرون طبعا يختلف، يعني في الايرون ديفيشنسي والانيميا في كرونيك ديزيز يكونوا الاثنين منخفضين، لكن هنا في الثلاسيميا يكون طبيعي، في السيدروبلاستيك بيكون ايش؟ بيكون مرتفع. طيب يعني هذا ممكن زي ما قلت لكم تفهموه تراجعوها لأنه قد الوقت يمشي علينا سريع. طيب طبعا أنا بجيب لكم هومورك لبكرة، أشوفكم أنكم فاهمين أنكم لا. طبعا بالهومورك هذا بتسولي ريبورت للأر بي سي، بس أنتم عارفين إيش معنى ريبورت؟ الآن في معاكم شريحة الحقل، بالحقل هذا سووا عليه ريبورت للار بي سي بس، تمام؟ انتم عارفين اننا نبدا نركز على الحجم، بعدين على الصبغه، وبعدين على الاشكال الغير طبيعيه، وبعدين تكتبوا هذول المصطلحات قبل هذا كله، انيسوسيتوسيس، انيسوميكروسيتوسيس، بايكروسيتوسيس، وهكذا. طبعا بالنسبه لمحاضره اليوم خلاص كملتوها، واي طالبه معها سؤال او استفسار نبدا في الاسئله. طبعا هذا الواجب قبل الاسئله، الواجب هذا اللي تشتي شهادة ما نجيبلهاش الشهادة إلا بعد ما تجاوب صح. يلا نبدأ الأسئلة. موجودين ولا رقدتم ولا ها؟ اللي شاف الصورة يحط الإجابة على الشات. دكتورة ممكن تشوف تعيد الصورة علشان يشوفوها الطلاب؟ أي صورة يا أين الصورة بالضبط؟ عفوا الصورة اللي فاتت سلايد. خلاص تمام. قصدك هذا؟ أوكي فهمت قصدك الصورة حق الهومورك. أيوه تكليف.
أيوة التكليف. يعملوا يصوروا، يصور الشاشة أيوة تليفون. أوكي.